Heterogeneous catalysis, fundamentals, and industrial applications. Why you are talking about this catalysis? What catalysis exactly is lying in? Is catalysis is a science, or catalysis is related to a certain science? We find that catalysis itself is a science. بدليل, I am a chemist, and you are a chemical engineer, and another one is sitting behind the computer is biochemist, another one is pharmacist, and so on and so on. Because all of those using in their labs, in the research, or even in industrial applications, or in pharmaceutical applications, whatever, they will use some of the catalytic processes. So catalysis is a general topic. And catalysis, as I said, is a science. is a science and technology of the catalysis a great significance for different fields. So again, should mustn't say in petroleum and energy production. هنجد ان catalysis في البتروليوم and energy productions هي الاساس في انتاج الجازولين, الديزل, الفيول, الاويل, الهيدروجين, and different petrochemical products coming from the petroleum and the energy products. From the chemical polymer and the productions, as well as the production of plastics, fibers, cosmetics, fibers, adhesives, coatings, جميع هذه المواد اللي هي ليها علاقه بالبلاستيك ومنتجاته والملصقات الى اخره تعتبر من المنتجات التي تتبع الكيميكالز والبوليمر برودكشن, ودي كلها بيبقى فيها كاتاليتيك بروسيسز, يعني بيخش فيها حفظ وبيخش فيها عمليات زي محفزه كثيره. هنجد في البوليوشن كنترول البوليوشن والجاز بوليوشن نتيجه العوادم الخارجه من المصانع او اللي خارجه من السيارات او من الترانسبورتيشن او فروم شيمينيز فروم ذا اندستري, هنجد ان عندنا كثير جدا من الغازات على سبيل المثال الحصر الكربون مونوكسيد او الكربون اوكسيد جازز, النوكس جازز اللي ناتج اوكسيد جازز, السلفر اوكسيد جازز, الهيدروكربونز, all of these need to be removed as one of the main purposes of the catalytic processes. من احد الادوار الرئيسيه للحفظ انها بنسميه الحفظ البيئي اللي هو ازاله التلوث الذي يطال الهواء نتيجه استخدام وجود هذه الغازات في المناخ العام. هنجد الفارماسيوتيكال والفود اندستري زي ما انا قلت قبل كده, الناس بتوع الفارماسيوتيكال شغالين على الديري والبريفريجز والميديسنز, كل دي بروسيسز ان ما كانش فيها الكاتاليست موجود بنسبه كبيره هتلاقي موجود في احد الخطوات الرئيسيه لانتاجها. ده مجرد جاست ان انتروداكشن بسيط جدا ل why we are selecting this topic for discussion today. as you know, I said it's fundamentals. Fundamentals we have to recognize together what are the fundamentals of the catalysis. Even the undergraduate students or the graduate one need from time to time to refresh their minds. So catalysis is coming from two Greek words. The prefix word, which is kata, began من اسم من أصل Greeky. البريفيك بتاعه اسمه كاتا وده معناه داون, والفيرب اسمه لايزن, ولايزن معناه سبليت اور بريك, يعني بريك داون. بريك داون وات؟ كاتاليسيس از تو بريك داون ذا اوبستكلز, يعني شايف هنا يو نيد تو جو اب تو باس تو ذا اذر سايد, محتاج تطلع الجبل ده كله محتاج 80 كيلو جول علشان تعدي الناحيه الثانيه. الكاتاليس تعمل لك تانل صغير كده وتعدي من خلاله, يبقى عندك شورت باس واي وعندك lower activation energy, حاجه جميله جدا جدا. split down break down the obstacles, هذا العارض قدر يتخلص منه. اما الكاتاليست نفسها هي الماتيريالز نفسها اللي هي الماتيريالز اللي هي influence affinity of the chemical substance, وبالتالي هي اللي to break down النورمال فورسز واللي بت speed up the chemical reaction. ولذلك نجد ان في 3 aspects of the catalyst action. لما اقول catalyst action there are 3 aspects I have to keep there in mind. Number one, they take part in the reaction. How they take part in the reaction؟ زي ما نشوف في السلايدز القادمه بالتفصيل. هنجد ان هو itself could be changed, هو ممكن ان يتغير temporary مؤقتا في البروسيس نفسها, يعمل interaction مع reactants اللي جايه على السطح بتاعه, يعمل تفاعل بسيط مع المتفاعلات زي ما اقول بالتفصيل بعد كده, وبعدين يدي فرصه انه ما يبقاش ضيف تقيل
يعني زي ما عمل تشينج كده وعمل استضاف الناس، يكون خفيف ويسيبهم يخرجوا في امان الله في سوق البرودكتس. الحاجه الثانيه انه الترينج ذا ريتس اوف ذا رياكشنز، هو اصلا بيغير من السرعه بتاعت التفاعل. الريت نفكركم مره ثانيه، وانس ان في تشينج في الكونسنتريشن يبقى يو هاف ريت بروسيس. وانس يو اتين ذا اكوليبريم احنا خرجنا بره كلمه الريت بروسيس. فمره ثانيه الريت او معدل التفاعل ده مرتبط ارتباط وثيق بان يكون في عندك تشينج ان كونسنتريشن. حتى ريت في الريت كده الرياكشن ريت، الرياكشن ريت عباره عن تشينج ان كونسنتريشن بريم تايم، سواء باي كونسنتريشن او تشينج ان بريشر او تشينج ان سمثينج بريون تايم. طالما في تشينج في سبيد، طالما في سبيد يبقى في هنا الكاتاليست اللي هو موستلي بيسبيد اب بيسرع واحيانا بيبطئ للاندزايرد رياكشنز. يعني هو الله 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 يعني ممكن يكون سيلكتيف زي ما هنشوف بالتفصيل دلوقتي، يعني مش بس ان هو يعمل انكريزنج للريت، لا يعمل انكريزنج للريت فور ا سيرتن دايركشن اند سبريسنج ذا ريت فور انذر دايركشن. الاسبكت الثالث والمهم جدا هو انه ريتيرنينج تو اتس اوريجينال فورم. ده هنا الحقيقه ممكن نقول ده اكتر للهيتروجينس كاتاليست، لان ريتيرنينج تو اتس اوريجينال فورم ممكن في حاله الهوموجينس زي ما هنشوف كمان شويه يبقى صعب حدوثه. لكن هو بشكل عام ان الكاتاليست رياكشن سايكلز هو يعمل الكاتاليست، هو يقصد هنا معناه انه يعاد الى اوريجينال فورم حتى لو مش هنقدر نستعيده مره ثانيه من التفاعل. يعني في فرق ما بين ان هو نفسه يستعاد الى هيئته حتى لو مش هنقدر نسحبه من التفاعل. ده في كل الاحوال بنعمل له حاجه اسمها ريبورن، ذا كاتاليست اتسلف ريبورن اجين. طيب ان براكتس الكاتاليست له لايف سبان، يعني له ديورابيلتي، له لايف تايم، هو مش شغال فور ايفر، يعني الدوام لله وحده، ما فيش حد بيعيش طول عمر. الكاتاليست نفس الكلام، تخيلوا ان هو له عمر محدد، وكل كاتاليست له عمر محدد على حسب بقى الاستراكشر والمورفولوجي وحاجات كثيره نتكلم عنها. وبالتالي ممكن يحصل له دي اكتيفيشن، وبالتالي يحصل له ديورنج اليوز او التشغيل، وبالتالي شود بي دي اكتيفيتس. يبقى دول في 3 اسبيكتس مهمين جدا. بعد 3 اسبيكتس دول اللي احنا المفروض نكون مستوعبينهم قوي، لازم نخش على الكرايتيريا في كاتاليسيس. يعني في كرايتيريا، ايه الكرايتيريا دي؟ كرايتيريا اول حاجه اني زي ما انا قلت الكاتاليست از اني تشينج كيميكالي ات ذا اند اوف ذا ريكشن. نفهمها ازاي؟ نفهمها كده، بص معايا. اول حاجه انك انت لو انت حطيت الكاتاليست في الرياكشن ممكن تو تشينج فيزيكالي. مثال المنجنيز دايكسايد مثلا، ده بي كاتالايز البوتاسيوم كلوريد ديكومبوزيشن، تكسير البوتاسيوم كلوريد باستخدام المنجنيز دايكسايد، حاجات قديمه قوي من التاريخ يعني. ده بيغير من بيسرع التفاعل وبيكسر البوتاسيوم ده كلوريت، ولكن هو في الاخر لا يتغير الا فيزيكالي. ممكن الباودر نفسه يتحول الى لارج كريستال اللي هو كان فاين باودر، لكن كيميكالي لن يتغير. كمان حاجه ثانيه مهمه جدا، ما ينفعش اجيب طن كاتاليست عشان ادي طن برودكتس، لازم يكون عندي سمول اماونت اوف ذا كاتاليست سفيشنت تو سبيد اب ذا كيميكال ريأكشن، اقل كميه لانتاج اعلى انتاجيه، ما اجيبش طن عشان تطن يبقى ده ايكونوميكالي مش مظبوط. النقطه الثالثه ان الكاتاليست داز نوت افكت ذا بوزيشن اوف ذا ايكوليبريم. انا اتكلمت قبل كده اني لو احنا بنتكلم على التفاعل على سرعه التفاعل معناه ان في تغير في التركيز بالنسبه للزمن، او في تغير في الضغط بالنسبه للزمن، او في تشينج فور ذا رياكشن وفي فورميشن اوف ذا برودكت. اوكي، طول ما في تشينج، طول ما الكاتاليست ممكن تو سبيد اب، يعني بدل ما التفاعل ما ياخد وقت طويل ياخد وقت اقل، بدل ما يحتاج طاقه عاليه باخد طاقه اقل، ده كله بوسبل. ولكن الازمه فين بقى؟ الازمه ان at equilibrium once the reaction attained the equilibrium state، هل الكاتاليست يقدر يغير equilibrium position؟ حاجتين الكاتاليست ما يقدرش يتكلم فيهم، لا الثيرموديناميك بارامتر ولا الايكوليبريم بارامتر. يعني احنا بنتكلم هنا على في حاجات تسبق حاجات، لازم الثيرموديناميك بارامترز والايكوليبريم دول بره القصه. الايكوليبريم معناه خرجنا من اطار عمل الكاتاليست السيرف، وبالتالي نقدر نقول ان الكاتاليست كود بي سبيد فورورد اند باكورد زي ما بيقولوا احيانا، لانه ات ايكوليبريم نجد نشوف مثلا بلاتينم ممكن يعمل ديكومبوزيشن للسلفر تراكسايد ان سلفر دايكسايد واكسجين، ولكن في نفس الوقت هو بيقدر يعمل كاتالايزنج الكومباينيشن ما بينهم ويدي اس او 3. ده مره ثانيه نيفر تو تشينج ذا ايكوليبريم بوزيشن. عشان هنا لازم نخلي بالنا من النقطه دي،
It is important to remember that the use of the catalyst does not vary delta G and the K equilibrium values of the reaction concerned. It merely changes the speed of the process. يعني لكن at equilibrium لا. زي ما هنشوف الدلتا جي اللي هو اللي تشينج ان جيبس فري انرجي اللي هي تعتبر الموست امبورتنت ثيرموديناميك بارامتر اللي بتحكي لنا قصه السبونتانيتي والنون سبونتانيتي اوف ذا بروسيس. والكي اكوليبريم اللي هي ثابت الاتزان اللي هو ميجرد ات ذا اكوليبريم ستيت. التو فاليوز دول الكاتاليست داز نوت افكت ذيم داز نوت فاري ذيم. بل بالعكس زي ما هنشوف كمان شويه ان البروس الدلتا جي او الثيرموديناميك بارامترز هو اللي بيكونترول الرياكشن اتسلف with or without the catalyst. اتمنى ان يكون العرض ماشي بسرعه معقوله، لو في اي سرعه يا ريت تنبهني يا منصور. اوكي. من الكرايتيريا رقم اربعه ان الكاتاليست is specific in its action. انا قلت من شويه ان ممكن بعض التفاعلات يكون في عندي اكتر من باثوي. يعني مثلا لما اجي اشوف تفاعل الكربون مونوكسيد مع الهيدروجين ممكن يديني ميثين و H2O مجرد 3 هيدروجين مول مع CO يديني ميثان و H2O. ده في حاله لو استخدمت النيكل كاتاليست. في حين اني لو غيرت فقط الكاتاليست خليته كبر تو زنك اوكسايد هيديني ميثانول وهنا انذر برودكت. يبقى هنا بنقول الكاتاليست از سبيسيفيك ان اتس اكشن. وانا هشرح بالتفصيل جت منين السبيسيفيستي اوف ذا كاتاليست او السلكتيفيتي اوف ذا كاتاليست. يبقى هنا مهم جدا مره ثانيه نؤكد برضو معلومه ان رياكشن ثيرموداينامكس بروفايد ذا درايفنج فورس فور ذا رياكشن. يعني الثيرموداينامك يقول لي بوسبل او امبوسبل فيرست. بعد كده وجود الكاتاليست ممكن يغير الواي، يغير لي الطريقه، المسار اللي فيها الفورس او درايفنج فورس اكس اون ذا بروسيس. هشرح بالتفصيل الكلام ده دلوقتي. يعني مره ثانيه ممكن الثيرموداينامك او الكيمياء الحراريه الديناميكا الحراريه هي اللي تحكم على التفاعل اذا كان من ممكن حدوث او لا، لكن الحفاز او الكاتاليست في وجوده يقدر يديني يتحكم في شكل تاثير ده على التفاعل او على سرعه هذا التفاعل. دي الكرايتيريا رقم اربعه اللي هي سبيسيفيك ان اتس اكشن. في عندي كمان هنا حاجه مهمه جدا، كلنا بنتكلم على ان any reaction any chemical reaction needs to pass what's called activation energy. يعني ده بنسميه الانرجي دياجرام. لو خدت بالي ادي الانرجي في الواي اكسس وادي الرياكشن كوردينيشن في الاكس اكسس. يعني ده مسار التفاعل وده اتجاه الطاقه بتاعتي. ادي الرياكتانس في الليفت هاند سايد وادي البرودكتس في الرايت هاند سايد. يعني هنا المتفاعلات وهنا النواتج. المتفاعلات علشان تصل للنواتج زي ما انا وريتكم الصوره من شويه بنجد ان بتحتاج تطلع تحتاج انرجي ريكوايرد تو. طبعا احنا عارفين ان اي تفاعل هو عباره عن التفاعل الكيميائي اساسا هو عباره عن ايه؟ التفاعل الكيميائي عباره عن كوليجن تصادم. ممكن يكون يوني موليكولار كوليجن الجزيئه تتصادم مع نفسه أو يكون two different molecules أو three or more whatever. التصادم ده أو الكوليجن هو عبارة عن تكسير روابط وتكوين روابط جديدة. وبالتالي هنا to break down the bond and form another bond for the products you need energy. This energy is called the activation energy which is defined as the minimum amount of energy required to start the reaction. أقل كمية من الطاقة مطلوبة لبدء هذا التفاعل. فوجود الكاتاليست ايه اللي بيحصل؟ بي الترا ذا ميكانيزم اوف ذا رياكشن. يعني بيديني نيو باث واي. زي ما انا شفت كان في عندي جبل وعملنا تانل وبالتالي ادالي شورت باث واي. زي ما تكون رايح الايربورت كده اما عن طريق ال 60 ال 70 مباشره او انك تلف طريق الفاست رود. طبعا النهارده ال 70 اسهل حاجه. ده بالظبط استخدامك للكاتاليست بيديني ترانزيشن ستيتس وبيكون لي انترميديتس وبعدين هذه الانترميديتس ليها لور طاقه. يعني شوف كل الاكتيفيشن انرجي مجموع دي زائد ده. ده زائد ده هو ده الاكتيفيشن انرجي وبالتالي هو له طاقه تنشيط اقل. يبقى نيو باث واي ويز لور اكتيفيشن انرجي. لان للاسف بعض الناس بتقول لك الكاتاليست لورز اكتيفيشن انرجي. لا هو الكاتاليست
بيديني نيو باث واي ويز لوور اكتيفيشن انرجي. التعريف مهم جدا يا جماعه ان يكون التعريف دقيق. ما نعلمش الطلبه غلط بعد اذنكم، والطلبه لازم تعرف الاجابه الصحيحه حتى لو مكتوب في الكتب. والكلام ده حملنا عليه قبل كده كليمز ان الكاتاليست كرييتس الترز ذا ميكانيزم اوف ذا ريكشن، نيو باث واي ويز لوور اكتيفيشن انرجي اند نوت سبريز اكتيفيشن انرجي، لان ما بيمشيش في نفس المسار، بيمشي في مسار اخر. وبالتالي هنا انا عايز بعد اذنكم ناخد مع بعض الكيس نمبر 1 على الكلام اللي انا قلته. جاهزين ولا مش جاهزين؟ اتفضل يا دكتور. جاهزين. اوكي طيب، احنا كيس 1 كيس 1 عايز انزل تحت بس الاول. اوكي اني هاو كيس 1 بيتكلم عن سي 2 ريفورمينج ميثين. انا مش عارف اشوفها من فوق من ال اليافطه دي، بتشال ازاي دي؟ في مشكله الجزء اللي فوق، اليافطه اللي فوق اللي هي بتاعت السودا دي اللي موجود فيها المايك والحاجات دي، اعتقد فيها اكشن ممكن تتشال بيها. ديسيبل. Anyhow. طيب اوكي. كيس ستادي نمبر 1 انا عايز اتكلم على التفاعل ده. اللي هو عباره عن الميثان ريفورمينج، ادي الميثان بعمل ريفورمينج بي سي 2 بيديني كربون مونوكسيد و اتش 2. هنجد ان التفاعل ده ات 100 ديجري عند 100 درجه، دلتا جي نوت بتاعته اللي عند 100 درجه اللي هي 373 كلفن تقريبا بوزيتيف 151 كيلو جول لكل مول. لما بيرفعوا درجه الحراره عند 700 ديجري سنتيجريد من 100 الى 700 بنجد ان دلتا جي نوت عند 973 بتبقى ماينس 16 كيلو جول بير مول. في فرق هنا كبير ما بين القيمه الاولى والقيمه الثانيه. السؤال بيطرح نفسه، يا ترى ات 100 ديجري سنتيجريد الدلتا جي نوت 373 اللي هي بتساوي 151 الثيرموديناميك درايفنج فورس بريزنت اور ابسنت؟ ده سؤالي ليكم عشان نبقى مع بعض كده. هل بريزنت اور ابسنت؟ منصور ادي الصوت لو في حد رفع ايده. لو في احد، اذا احد عنده اجابه يسوي رايز هاند وراح اتيح للمايك. طيب محمد عبد اللطيف تفضل. اتوقع بريزنت. توقعك على اساس ايه يا محمد؟ Because basically we have what you call this. طب عموما يا محمد انا عشان خاطر اختصر معاك الموضوع هنا اساعدك بس في حاجه. هنا الدلتا جي نوت يا محمد 151 كيلو جول موجب. تمام؟ كلمة عشان أوضح كلمة، معنى كلمة ثيرموديناميك درايفنج فورس يعني هل هنا الثيرموديناميك سمحت للتفاعل ده إنه يتم ولا لا؟ ده سؤال. من حساباتها إنها موجبة. هل التفاعل ده أبسطها أكتر سبونتينوس ولا نون سبونتينوس؟ في أسامة السلمي. أيوه. تفضل أسامة. راح يكون أبسنت لأنه نون سبونتينوس ريأكشن. الله يفتح عليك. ده absent لانه non spontaneous process معناه ان there is no driving force. طب خليك بقى معايا عشان انت راجل طيب. السؤال الثاني، what's the action of the catalyst on this reaction at 100؟ دور الكاتاليست ايه هيكون هنا؟ ها؟ ما عندي خلفيه. تمام. نفس زي ما انت قلت التفاعل بما انه نون سبونتينوس. بص يا سامة، بصوا يا جماعه كلكم، مهم جدا ان احنا عشان نفهم الموضوع، طالما ان ثيرموديناميكالي امبوسيبل يبقى الكاتاليست مش هيقدر يعمل اي حاجه. الكاتاليست ما بيخترعش تفاعل لا يمكن انه يكون بيتم من غير الكاتاليست. خلي بالكم، هل هذا يعني ان التفاعل لما يديني without catalyst zero yield معنى ان هو نون سبونتينوس ولما بضيف له كاتاليست يديني yield يبقى سبونتينوس؟ لا، هو لازم يكون اصلا ثيرموديناميكالي بوسبل. فاهمين يا شباب؟ يبقى لازم من الاساس ان يكون هو دلتا جي بتاعته نيجاتيف.
ندوب على السؤالين التانيين. السؤالين التانيين يبقى عند 700 يا ترى هو ثيرموديناميك درايفنج؟ هتقول لي يس، لان اللي هنا نيجاتيف يبقى سبونتينوس تلقائي. طيب هنا بقى اللي انا عايز اوضحه، هنا سبونتينوس لانه نيجاتيف يبقى ثيرموديناميكالي درايفنج فورس يس. طيب السؤال اللي بعده بقى، وات از ذا اكشن اوف ذا كاتاليست اون ذيس رياكشن؟ اكشوالي يعني ان لو ما فيش كاتاليست التفاعل ده مش هيتم. الله، انت بتناقض نفسك ولا يا دكتور؟ ما انت لسه قايل ان لو ثيرموديناميكالي بوسبل يبقى بيتم. هو بوسبل خلاص، ثيرموديناميكالي بوسبل، من الممكن ان تدخل من هذه الحجره، ولكن لن تدخل اذا فتحت لك الباب. هتفتح لك الباب ازاي؟ لما اضيف لك الكاتاليست. يبقى ببساطه السي اتش 4 مع السي 2 عند 700 لو مشيتهم في الرياكتور وعند 700 درجه من غير كاتاليست مفيش تفاعل، مع ان هو ثيرموديناميكالي بوسبل، لكن هنا الكاتاليست هيعمل التفاعل very specific towards certain reaction. عندك مثال البلاتينم زيركونيا والنيكل الومنا عند 700 درجه. اوكي، يبقى انا كده لخصت اللي انا عايز اقوله، ان يا جماعه الخير الكاتاليست ده بيشتغل، لكن شرط اساسي ان يكون تفاعل ثيرموديناميكالي بوسبل. دي من الفاندمنتالز اللي لازم تبقى عارفينها في علم الحفظ او في الكاتاليسيس. طيب يبقى لو انا سالت اي باحث سؤال، انا عايز اعمل التفاعل الفلاني، بدل ما انا بمشي مثلا في الناس في الاورجانيك بيعملوا سينسز المركبات بتاعتهم وبياخدوا ساعات طويله وهازرز ماتيريال لاخره عشان يدوا انتاج او برودكت معين، السؤال بيطرح نفسه، هل لو انا استخدمت كاتاليست وبدل ما نعمل كل البروسيس ديت عملت وان بوت بروسيس، يعني خطوه واحده، هل الكاتاليست ممكن يحل المشكله؟ سؤال قبل ما اجاوب باه او لا لازم اروح للثيرموديناميك بارامتر. لو بوسبل ثيرموديناميكالي يبقى اوكي. احيانا في تفاعلات تبقى كاينيتيكالي بوسبل وثيرموديناميكالي امبوسبل، دي برضو قصه ثانيه، لابد البارامترز دي نخلي بالنا منها قبل ما نتكلم على موضوع الكاتاليست. في الفاندمنتالز عشان ما نطولش كتير، الكلاسيفيكيشن في عندي كذا كلاسيفيكيشن للكاتاليسيس، يا اما بيزد اون فيزيكال ستيت، فالكاتاليست ممكن يكون جاز او ليكويد او سوليد، او ان يكون كلاسيفيكيشن على حسب بيزد اون ذا سبستانس فروم ويتش ذا كاتاليست از ميد، هو مصنوع من ايه. فممكن الاقي ان في كاتاليست صنع من ان اورجانيك جازز او ميتالز او ميتال اوكسايدز او ان اورجانيك اسيدز او بيزز، قواعد، احماض، فلزات، كل دي بتيجي من مركبات غير عضويه، او انها تكون اورجانيك اسيدز زي الانزيمز مثلا، عباره عن انزيمات، عباره عن بروتينز، عباره عن كومبلكس اورجانيك ماتيريالز، او اورجانيك اسيدز زي اللي هنشوفها في بعض التفاعلات الهوموجينس رياكشن. وفي تصنيف ثاني ليهم بيزد اون ذا واي اوف ذا كاتاليست ورك، اللي هي الواي اللي احنا عارفينه، اللي هو اما هوموجينس يا اما هيتروجينس. والهوموجينس بنقول عليه بيبقى بوث اوف ذا كاتاليست اند ذا رياكتانس ار اوف ذا سيم فيز، يعني مفيش حاجه اسمها فيز انترفيس، هما كلهم من نفس الصنف، يا اما كلهم ليكويد يا اما كلهم جازز. اوكي، فده بنسميه هنا هوموجينس بروسيس، الكاتاليست والمتفاعلات، المتفاعلات والحفاز من نفس الصنف. اما الهيتروجينس بنجد انه لا، الكاتاليست مختلف عنهم، في انترفيس ما بينهم، في خلاف بينهم، والسوليد بتبقى في الغالب الكاتاليست بيبقى سوليد في هذه الحاله. الكلاسيفيكيشن المبنيه على حسب الكاتاليست اكشن، هنجد ان الكاتاليست اكشن ممكن يكون اسيد بيس كاتاليسيس مثلا، يعني حفز حامضي قاعدي. بيعتمد على ايه الكلام ده؟ التفاعل مثلا المعين ده بيحتاج علشان يتم، بيحتاج حمض عشان يتم، وده غالبا بتبقى في التفاعلات بتاعت الكيمياء العضويه، المركبات العضويه. اذا كان محتاج اسيد او بيز، يبقى انا محتاج هنا اصنف له الكاتاليست من حيث انه اسيد بيز باي فانكشنال كاتاليست، او ان يكون اسيدك كاتاليست، او ان يكون بيزك كاتاليست. وكلمه اسيد كاتاليست بما انه كاتاليست تعتمد على حسب نوعه، لو هو هوموجينس فممكن يكون اسيد ليكويد عادي جدا زي السلفوريك اسيد، زي الفوسفوريك اسيد وتفر. لكن لما اجي اقول اسيد كاتاليست يكون سوليد، معناه ان هو موجود فيه بعض البرونشتد اسيد سايت او اللويس اسيد سايتس، يبقى لازم يكون في بعض اللي هي البرونشتد اسيد سايتس اللي هي بتبقى مرتبطه بوجود بروتون، او اللويس اسيد سايتس اللي هي مرتبطه بالترانسفير اوف الكترونز. ده بالنسبه للاسيد. وبالنسبه للبيز نفس الكلام، لازم يكون القصه بنفس السيكونس، اما هو بيز
تقليدي او يكون سوليد ولازم يكون في بيزك سايتس. الانزيماتيك دي برضو تعتبر تصنيفها تبع البيز كاتريس اكشن, لان الانزيماتيك ليها خاصيه سبحان الله ليها خاصيه مهمه جدا وهي فيري اكتيف اند فيري سيلكتيف ات ذا سيم تايم which is opposite to the normal case في الكاتاليسيس. الكاتاليسيس غالبا بتبقى لو هو في قاعده بتقول ان ذا موست اكتيف ده لسه سيلكتيف, كل ما يكون الكاتاليست نشيط جدا كل ما يكونش متخصص قوي لانه اكتيف قوي وبالتالي ما بيقدرش يتخصص في احد المسارات. لما يكون انت نشيط قوي قوي او فيري اكتيف من نشاطك ومن حماسك ممكن تلاقي نفسك بتعمل حاجات خارجه عن الكنترول, لكن كل ما يكون هادي والكاتاليست اكتيفيتي بتاعته معقوله تكون سيلكتيف عليها. الانزيم لا, الانزيم ده ميكانيزم اخر. الفوتوكاتاليسيس اللي هي بتستخدم فيها هنا تعتمد على ريدوكس عاده اوكسيديشن ريدكشن اسيد ولا بيس, تعتمد على اوكسيديشن وريدكشن يعني بتعمل الكترون ترانزيشن الهولز فورميشن انتقال الكترون كرييشن اوف هولز, ودي عمليه بتاثير الضوء بتتم وبالتالي تعتبر من حيث تاثير الضوء بنسميها فوتوكاتاليسيس. الكتروكاتاليسيس تاثير الكهرباء, فوتو الكترو تاثير الضوء والكهرباء. والنهارده في عندي حاجات كتير جدا التراسونيك اسيستد اكشن تاثير التراسونيك جرين كيمستري جميع انواعها, سواء كنت بستخدم ميكانو كيميكال بروسيس اللي هي عمليه الطحن او عمليه الجرايندنج او اني بستخدم عمليه المايكرويف اسيستد اكشنز, كل دي تعتبر من الكلاسيفيكيشن بيست اون كاتاليست اكشن. يبقى هنا من حيث كلاسيفيكيشن في عندي اربعه كلاسيفيكيشنز, كل كلاسيفيكيشن منهم على حسب انا بصنفهم على ايه. الفاكتس اند فيجرز اباوت ذا كاتاليست, بقى نتكلم على بعض الفاكتس المهمه جدا جدا. جت منين يعني روعه واهميه الكاتاليست؟ اولا هل ليهم دور في اللايف سايكل اون ذا ايرث؟ طبعا ليهم دور في اللايف سايكل اون ذا ايرث. اول حاجه الكاتاليست اللي هي الانزيم مثلا بارتسبيست موست بارت اوف ذا لايف سايكل, موجوده في جميع عمليه الايه الحياه بتاعتنا, الفورمينج والجروينج والديكاينج كل دي موجود فيها انزيم, الانزيم بيلعب دور مهم جدا. طيب الكاتاليسيس نفسها contributes في great part in the process of converting some energy to various other forms of energy. يعني انت عارف الفوتوسينثيس بروسيس عمليه البناء الضوئي والتمثيل الضوئي. التمثيل الضوئي او البناء الضوئي اللي هو فيه الكربون دايوكسيد من الاير ووتر فروم ذا سويل بيكون لي الشوجر والاو 2, ده بيتم في عمليه محفزه الضوء على البلاستايدز اللي هي السنتر او الرياكتور اللي بيتم في التفاعل, في وجود الجرين بلاستايدز اللي هي بتعمل ابسوربشن لللايت وبتشتغل بدور الكاتاليست وتبدا تعمل عمليه كاتاليسيس. دي تعتبر من انواع اللايف سايكل الاساسيه. الكاتاليسيس بتلعب دور مهم جدا طبعا في المينتيننج اوف اور انفايرمنت زي ما انا شرحت قبل كده في البروتكشن من ديفرنت جاس. في الكيميكال اندستري هتجد طبعا يعني نتكلم بالارقام الاول بعدين نخش في التفاصيل. لما تجد ان مثلا عندك 2 بليون دولار, طبعا الاحصائيات دي بتكون قديمه سنويا, ده حجم الماركت بتاع الكاتاليسيس بس الماتيريال نفسها. في عندك 200 بليون بقى الانوال سيل بتاع الكيميكالز ذات ار ريليتد تو ذا برودكتس. يعني انت لو عندك كيميكالز طالعه او برودكتس طالعه من عمليات محفزه انت بتتكلم في 200 بليون تقريبا دولارز. يعني ده حاجه تفكرني لما اكتشفوا الامونيا وانا هتكلم عنها في وقتها, عمل الثوره الصناعيه خلت دول فوق ودول تحت, يعني خلت امريكا يعني تبقى فيرست نيشن وورلد وايد يطلقوا على نفسهم نتيجه التطور الصناعي الرهيب جدا اللي حصل في العمليه المحفزه. الفكره كلها عمليه محفزه. تجد ان 90% of the chemical industry has catalysis related processes زي ما هنشوف دلوقتي في السلايدز اللي جايه. اول سلايد اهي تعالوا نشوف مع بعض الحدوته بقى من اولها. الحدوته بتقول ان الراجل ده اللي على اليمين اللي هو عباره عن فينكلر الكسندر فينكلر كليمنز الكسندر فينكلر, ده راجل بتاع الكونتاكت بروسيس. الكونتاكت بروسيس اللي هي الشهيره بانتاج السلفوريك اسيد. السلفوريك اسيد اول ما انتجوه في عمليه محفزه 1875 الراجل ده اللي عملها هو كان يستخدم فيها البلاتينم جوز, شبكه عملاقه جميله من البلاتين, وكان بيستخدم از كاتاليست في البروسيس, وهي اهم خطوه كانت عمليه الاوكسيديشن بتاع السلفر دايكسايد بالسلفر تريكسايد. على فكره التفاعل ده كان ممكن بيتم بالجاز فيز.
رياكشن، لكن في مشكله وفي دروبك جدا. فاستخدام الكاتاليست السوليد اللي هو الهيتروجينس كاتاليست تحديدا البلاتينم قدر بيه يعمل كونتاكت بروسيس، قدر ينتج كميات مهوله من السفريك اسيد. طبعا السفريك اسيد في حد ذاته قائم عليه صناعات كثيره، الحمد لله كبريتينج ده قائم عليه صناعات كثيره جدا جدا جدا، صناعات مباشره، هو نفسه بيستخدم الكاتاليست، هو نفسه بيستخدم في السارتنج ماتيريال لتحضير المركبه الثانيه. علم كبير جدا. ده كان يعني زي ما نقول كده بدايات البدايات. تعال نشوف الراجل بقى الثاني ده اللي اخذ نوبل برايز اللي هو بنسميه بتاع الامونيا اوكسيديشن. الراجل ده في 1903 عمل امونيا اوكسيديشن على البلاتينم في بروسيس سماها اوستولد بروسيس. اوستولد بروسيس دي مهمه جدا في انتاج النيتريك اسيد. يعني هو بياخد الامونيا اللي بتتصنع وهنتكلم عنها دلوقتي فوق في الاندستري ابلكيشنز، بيعمل اوكسيديشن الامونيا فتتحول الى اكاسيد نيتروجينيه بيدوبها في الووتر وبتديني نيتريك اسيد في النهايه باستخدام البلاتينم. الراجل ده اخذ نوبل برايز 1909. عد معايا النوبل برايز هولدرز اللي خدوها في الكاتاليست لغايه وقتنا هذا، واحنا ماشيين كده هنقول لك على اسماء كتير جدا عملت كاتاليست. انا عايز اقول لك ان معظم السبجكتس والماتيريال ساينس والعلوم والابلكيشنز وبتوع الاورجانيك وبتوع الاناليتيكال كله النهارده نازل تحت ساينس كاتاليست ساينس عشان ياكل عيش من الاخر. يعني كاتاليست ساينس علشان يقدر يجد له مكان تحت الشمس. ده اخذ نوبل برايز في الامونيا اوكسيديشن. لكن اللي اتكلموا على الامونيا سينسيس بالبدايه خالص خالص خالص، تعالى ناخد خطوه خطوه، هتلاقي فريتز هابر لهابر بروسيس. فريتز هابر ده عمل، هو كان ليد ثيوريتيكال بيزيس، ده اللي اخترع فكره الثيوريتيكال كالكوليشن ثيوريتيكال نظريا ممكن يتم التفاعل ولا لا، وبالتالي اخذ نوبل برايز سنه 1919. كارل بوش عشان كده بنسميها هابر بوش بروسيس. هابر بوش يعني بوش اخذ بعد كده 1930 لانه بطبق الكلام الثيوريتيكال رياليزد اندستريال في السينسيس. تمام. وبالتالي 1930 جه اخذ نوبل برايز هذا الرجل مع بقت العمليه اسمها هابر بوش بروسيس. نيجي نتكلم على الوين ميتاش، ده برضو الراجل ده من اروع الناس اللي اتكلموا عن ميجر ديفلوبر للفيوزد ايرن كاتاليست. هنا ده عمل تطوير لبعض الحفازات اللي بتخش في التصنيع في الكونسبت بتاع الميكس كاتاليست، بدل ما استخدم ايرن منفصل لا انا ممكن ايرن مع الموليبدنا مع الالومنا وات ايفر على حسب نوع التركيب اللي نتكلم فيه في نوع الحفازات. ده طور من الكاتاليست نفسه اللي بيخش في البروسيس. لما نيجي نشوف لجيرهارد ايرتل، جيرهارد ايرتل الى الان الراجل ربنا يديله الصحه، الراجل ده في ميونخ من المانيا، ده من اشهر كتبه الفاندمنتالز اوف هيتروجينس كاتاليسيس، مجلدات كبيره جدا في هذا الموضوع ترجمت للغه الانجليزيه. اخذ 2007 نوبل برايز في الجريت كونتريبيوشن في الايرن كاتاليست سيرفيس كيمستري ريسيرش، لان هو الراجل ده الحقيقه زي ما هنشوف هو اللي قدر يفترض الميكانيزم ازاي الامونيا بتتكون باستخدام الحفاز، الخطوات اللي بتتم فيها، الميكانيزم او اليه تكوين الامونيا. هنشرح بالتفصيل الكلام ده بتاعت ايرتل، جيرارد ايرتل من ضمن الحاجات اللي هنستعرضها دلوقتي. وبالتالي في الاندستريال ده مثال فقط من اهم الامثله انتاج الامونيا. الامونيا كانت بتستخدم في الفيرتلايزرز في تسميد الاسمده الازوتيه، وكان مرحله من المراحل كان قبل البترول وقبل نسميه الكنز الاسود، كان في اللي هو الابيض اللي هو كان انتاجه بوليتيكالي حتى من احد اسباب وجود العبيد في امريكا الاخر، وكان عشان يزرعوا الكلام ده. طيب احنا عموما هنكمل هنجد ان كمان تطبيقاته في الانرجي. خلي بالك في الانرجي 1925 جه بروفيسور اسمه فرانس فيشر الموجود في الليفت ده، وهانس روبش، دكتور هانس روبش موجود على يمينه، دول عملوا كونوا ليكويد هيدروكربونز من كربون مونوكسيد. خلي بالك الكلام ده ايرلي قوي، بدري قوي 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 قوي، الى الان احنا بنتكلم في الكلام ده دلوقتي، بس كل ما هناك عم نحاول نعمل ديفلوبمنت للبروسيسز او تشينج اوف ذا باثوي او استخدام بروسيس مختلفه بدل السبل التقليديه. يعني ممكن السبل التقليديه زي ما هنشوف دلوقتي تكون في بروبلمز بتقابلنا فيها، وهي
الانرجي او البروسيس سيلف كونسيومينج تايم او الماتيريال المستخدمه او مليون بارامتر. لكن فكره ان احضرها ليكويد هيدروكربونز من كربون مونوكسيد دي فكره جينيوس. انت عندك سي او اللي بيسبب بويزنس وديزنس والى اخره, بحوله ليكويد هيدروكربونز فاليبل ماتيريالز, وممكن ليها تطبيقات مختلفه وليها تصنيع في مراحل مختلفه واهميه كبيره جدا. ده استخدمه الميتال كاتاليست في التفاعل المهم ده. ده يعتبر احد تطبيقات الانرجي. لكن الانرجي حاجات كثيره جدا النهارده طبعا, في برودكشن اوف هيدروجين فروم ميثان ديكومبوزيشن وحاجات كتير قوي قوي في الانرجي. ومن اهم الابحاث اللي بيتم تمويلها واحنا هنا حتى في المملكه العربيه السعوديه في وفي العالم كله بنهتم ببدائل الطاقه النهارده. ولكن هذا لا يعني ان احنا سوف نستغني عن كل مصادر الطاقه الاخرى. خلي بالكم ده كلام مهم جدا, ان من الصعب جدا ان اتكهن بان فقط الهيدروجين سوف يحل محلها. لابد من نتكلم على طاقه الرياح, ولازم نتكلم عن طاقات اخرى, السولار انرجي لاخره عشان تو سبورت. لكن هل الديزل انتهى؟ هل البتروليوم؟ لا طبعا, ما اقدرش اقول الكلام ده ولا اقدر استغنى عنه كمصادر الانرجي. ولكن الافضل ان احنا نحوله الى بتروكيميكال زي ما هنشوف. مره تانية بنرجع ل سام اندستريز. انا مش شايف اول سلايد من فوق, اوصل لفوق ما ببقاش شايف. لكن عموما في البيرس في اندستري كتاز زي ما بقول, هتلاقي ان هودري بروسيس مثلا في 1931 الراجل ده عمل الديفلوبمنت بتاع كاتاليتيك كراكينج. كاتاليتيك كراكينج ده مهم جدا جدا, لان كاتاليتيك كراكينج ده غير انرجي سيناريو جامد جدا جدا, ويقدر يعمل عمليه تكسير للمركبات البتروليه الى مواد ذات استخدامات مهمه زي الجازولين الى اخره. فده كله جاء من الكاتاليتيك كراكينج بروسيسز. بعد كده استكمالا لنفس السلايدز في البيرت في اندستريال كاتاليست, هنجد ان جم الناس بقى بتوع البوليمر برودكشن اللي هو زيجلر ناتا, والاشهر اللي هم زيجلر ناتا كاتاليست. هنجد ان زيجلر في الليفت وناتا موجود في اليمين. الاثنين دول عملوا استخدام, قدروا يعملوا كاتاليست. باي ذا واي الحقيقه ومعظم الانفنشنز تي كده, لو ان في بيحصل بوليمرايزيشن للمركبات بتاعتهم على طول سجلوا براءه الاختراع واحتفظوا باسمهم في كاتاليس. من اهم الكاتاليس اللي عملت صيحه في عالم البوليمر فورميشن. البوليمر هو عباره عن ماكرو موليكيولز بتتكون من مونومرز. يعني عندك جزيئات صغيره زي الايثيلين مثلا, ممكن تعمل له تفك الرابطه الدبل بوند وتكون رابطه ثانيه وتعمل تشين طويله جدا من البلاستيك ماتيريال, سواء كان بولي ايثيلين او بولي بروبيلين او بولي بيوتيلين وات ايفر. ودي لها تطبيقات كثيره جدا وهامه جدا. كان بدايتها مع كارل زيجلر وجوليو ناتا وخوليو ناتا اللي عملوا واخدوا نوبل برايز سنه 63. في الانفيرمنتال كاتاليس زي ما قلنا, هنجد ان مش ملهاش فازر لكن الحقيقه ليها كتير قوي. فالانفيرمنتال كاتاليسز واشهرهم الثري واي كاتاليست زي ما نتكلم عنه بالتفصيل. هنجد ان الكار مافلر ده عباره عن ايه يا جماعه؟ ده لو خدت بالك ده عباره عن شكل شكمان عربيه. اسمعوني بس عشان ايه. هنجد ان اثناء التشغيل السياره خاصه في الصباح الباكر بتجد ان العربيه بارده لسه, فانت بتقول سخن العربيه, دور وسخن, يعني واقف مكانك الموتور يسخن. دي عمليه بيخرج فيها هيدروكربونز, انبرنت هيدروكربونز, انبرنت هيدروكربونز يعني هيدروكربونات غير محترقه نتيجه ان العربيه لسه مش سخنه. طب الهيدروكربونز غير محترقه دي مشكله, دي واحد. وممكن يخرج كمان سي او كربون مونوكسيد. كربون مونوكسيد جاز اولسو از فيري فيري دينجرس, احنا عارفين ان هو بيسبب ديزنس فينتنس مشاكل كتير. طيب العربيه سخنت وبجري وسخنت على الاخر. سخنت على الاخر يعني ايه؟ يعني الاير داخل للموتور بيحرق الفيول الوقود. لما الاير بيشتبك في الحرق, الاير ده ليه اربع اخماس الهواء, 4/5 عباره عن نيتروجين جاز. فالنيتروجين جاز اندر ذا كونديشنز بتاعه الفيري هوت تمبشر الموجوده في الموتور بتدي رياكشن ما بين النيتروجين والاكسجين, فبيديني نوكس. هو اساسا ما كانش فيه نوكس, النوكس مصدره تفاعل الهواء مع الحراره العاليه جدا 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 بيتحول الى اكاسيد نيتروجينيه. الله, يعني عند اللو تمبشر عنده مشكله والهاي تمبشر عنده مشكله. يعني ايه المشاكل الكتير دي؟ يعني انا هحل ايه ولا ايه؟
ثلاث مشاكل كلهم عكس بعض. هيدروكربونز وسي او تحت ونوكس موجود فوق عند رايت هاند. فكان احد الافكار طالما هنستخدم الوقود بهذا السيستم under the same conditions تحت هذا التشغيل، فكان الحل ان انا استقبل غاز وهو خارج امرره على غرفه. هذه الغرفه عباره عن صناعه حفاز هنتكلم عنه بالتفصيل. يوجد هذا الحفاز داخل هذا الشكل، مواصفاته ايه، شكله ايه، تركيبته ازاي، ده اللي هنتكلم عنه في الحدث بتاعنا خلال العرض. ولكن الثري واي كاتاليست احد الحلول للانفيرمنتال ابيتمنت للغازات الضاره او تحويلها الى غازات مفيده. طبعا القصه دي بتقول فيها الشرح، النوكس اللي بيطلع من الصناعه له كاتاليست ثانيه وله بروسيس ثانيه وله تنظيم ثاني غير ده، بس بدي بعض الاكزامبلز. نيجي للهوموجينس كاتاليست عشان الناس في الهوموجينس ما يزعلوش مننا، ما يقولوش انك انت راجل متحمل عشان انت راجل بتاع هيتروجينس. الحقيقه انا مش متحمل، بس هي الصناعه معظم لو احنا بنتكلم على الحفز شغال في الصناعه بنسبه 90%، فهنقول يعني 88% من 90% هيتروجينس و2% هوموجينس كاتاليست تقريبا يعني. وبالتالي فما يزعلوش مننا بتوع الهوموجينس، لكن اتس فيري امبورتنت، اتس فيري 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 امبورتنت. Up till now الهوموجينس كاتاليسيس لا يمكن الغنى عنه، في بروسيسز الى الان ما عنديش كومبيتيتيف كاتاليست في الهيتروجينس يحل محل الهوموجينس وان. فهتجد ان الراجل اللي هو اخذ نوبل برايز ده جيفري ويلكنسون، الراجل ده اخذ نوبل برايز سنه 73 لما عمل الهوموجينس كاتاليس في الهيدروجينيشن رياكشنز في عمليه الهدرجه. و الهوموجينس كاتاليس طبعا من بعدها بتلعب دور مهم جدا في الفارماسيوتيكال تحديدا وفي انتاج الفاين كيميكالز بعد الفاين كيميكالز. حبيت بس اديكم بيرث اوف ذا اندستريال كاتاليسيس كجزء من السيناريو بتاع الفاندمنتالز. حد عنده اي استفسار او اي سؤال قبل ما اتنين سلايدز بعدها؟ بعد اذنك يا منصور ادي المايك لو في حد عندك رافع ايده. لو في احد عنده سؤال بس يسوي رايز هاند واعطي المايك. في سؤال مكتوب من علي خالد يقول في اي تفاعل نستعمل العامل المساعد لتقليل سرعه عمليه التفاعل، وما الفائده من تقليل السرعه الى حد؟ هو الاول السؤال متقال يا علي بطريقه مش مظبوطه. هو الاول في اي تفاعل بنستخدم الكاتاليس عشان نسرع التفاعل مش نقلل. نسرعه ليه؟ لانه الفكره ببساطه كالتالي، لو التفاعل ده محتاج مثلا 100 درجه وهياخد ساعه، 100 درجه لمده ساعه، طب لو انا خليته بدل 100 درجه يشتغل عند روم تمبشر 25 ديجري سنتيجريد وان 10 مينتس، هل ده كويس ولا وحش؟ طبعا تقول لي كويس، ليه؟ وفرت طاقه وفرت وقت. طيب امتى الكاتاليست يستخدم؟ لما تكون البروسيس نفسها زي ما انا قلت كده لونج بروسيس نيدز تو ريسيف انرجي ثيرموداينامكال. اوكي؟ لا، في الحاله دي ممكن حق افكر في كاتاليست، بس بشرط ان البروسيس نفسها في حاله الكاتاليست ما يكونش الكاتاليست ده غالي جدا في التكلفه، ما يكونش كمياته كبيره، ما يكونش مثلا هيحصل له ديتيريوريشن بسرعه واللايف تايم بتاعه سبان لايف تايم صغير، وبالتالي دي هتبقى مشكله ثانيه بدل ما انا احل المشكله ازودها. اتمنى يكون الاجابه واضحه بالنسبه لك. في سؤال ثاني يا دكتور مهند الحارث يقول واي كاتاليست دي اكتيفيت؟ حلو. طب ممكن يا مهند الحارث نتاجل دي شويه لان لسه ما اتكلمناش، انت سابق لانك انت بتتكلم في بروسيس قدام. انا بتكلم ان جنرال شويه، الدي اكتيفيشن هحكي عنها في وقتها، بس برضو لو لاي سبب ما انتهاش اشرح لك. هو باختصار انا بس عشان الاودينس يكون معايا، دي اكتيفيشن بتحصل الكاتاليست نتيجه حاجتين اساسيتين، ان الكاتاليست ده ممكن يحصل له حاجه اسمها تيمبرري بويزنينج، يعني بيحصل له تسمم مؤقت، او يحصل له بيرمننت بويزنينج، يحصل له تسمم تام. الدي اكتيفيشن غالبا بتطلق على المرحله بتاعت التيمبرري بويزنينج اللي هي عباره عن تكوين احد الاماكن اللي بتقفل السنتر. خليني احسن اجلها لما اشرح السنتر بتاع الحفظ. طب خلينا نكمل. طيب في اسئله ثانيه عندك يا منصور ولا كمل؟ في حيدر يبغى المايك اذا تسمح لي دكتور. اتفضل. طيب تفضل حيدر المايك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. العفو دكتور، احنا يعني عندنا معمل للبايو ديزل، اكو يعني بعض هن معملين، اكو معمل يستعمل يسمونه اسيد
يعني حامض يكون الكاتاليست، واكو لا بيست اللي هو قاعدي. شنو الفرق بيناتهم؟ يعني مميزات هذا شنو، مميزات هذا شنو؟ شكرا جزيلا. حاضر ممتاز. انا هقوله فتاه البايو ديزل، انا مدينه هنا جزء البايو ديزل هتكلم عنه واشرح لك واي. اوكي شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا. طيب تفضل دكتور. طيب نكمل، واضح ان الاسئله تحتاج ان انا اكون شرحت اكتر. اوكي طيب، الهيتروجينس كاتاليسيس اللي هو الموضوع بتاعنا، هيتروجينس كاتاليسيس، رغم ان انا وانا بتكلم المفروض احنا خدنا فكره عنه، لكن لا يمنع ان احنا نقول مره ثانيه، بنقول هو لازم يكون الكاتاليست اوف ديفرنت فيز فروم ذا رياكتانس، وبالتالي الرياكتانس بتكون اولموست جازز مثلا او ليكويدز، وبيكون الكاتاليست عندي سوليد ماتيريال. مثلا الشكل اللي انت شايفه ده عشان تقرب مني شويه وتفهم القصه، دول كلهم هيتروجينس كاتاليست. انا كراجل يعني عايش مع الكاتاليسيس، ممكن اول ما ابص على الكاتاليست اقول لك ده ايه. لو اللون ده حقيقي يبقى ده في نيكل على طول، اللون ده حقيقي ده في كبر، اللون ده حقيقي ده فانديا، احمر شوك ايرون. طبعا ده مش شغل سحر ولا شعوذه، وان كان الكاتاليست داخل في السحر والشعوذه والجواز والطلاق زي ما نشرح دلوقتي. يعني مثلا مين دي بقى؟ السنيوره اللي على اليمين دي، ده عباره عن الخطبه، عارفين الخطابه بتاعت زمان؟ ده على فكره اسمها بالصيني، طبعا ما اعرفش انطق صيني بس انا متاكد ده اسمها. الفكره ان الكاتاليست بيلعب الدور ده، دوره اصلا يعمل كده، هو كل دوره ان هو بينفايت الرياكتانس على السيرفيس بتاعه. يعني ادي الرياكتانت ايه وادي الرياكتانت بي، وبالمره نتكلم في الحته دي. مثلا التفاعل اللي هو كاتالايز باي اسيد بروسيس، لازم يكون الرياكتانت بتاعك عنده بيزك نيتشر، فبيروح على السنتر اللي فيه الاسيد علشان يعمل نيوتراليزيشن مثلا. اوكي، فلو عندي بروتون، البروتون ده هيشبك مع الرياكتانت فيعمل هنا نيوتراليزيشن، فعمل استضافه او عمل بوند مؤقته. بعد كده ممكن يحدث نتيجه تقارب الرياكتانت الثاني منه، قربوا من بعض، ما بقاش فيه اكتيفيشن انرجي عاليه، ما بقاش فيه طاقه مطلوبه كبيره جدا، there is no need for time consuming، دول قربوا من بعض، فهموا بعض اكتر. ده الخطابه، الخطابه بتعمل ايه؟ بدل ما انت بتقعد تدور على شريكه حياتك ما بين الملايين من البشر، لا، الخطابه معاها البيانات هنا والبيانات هنا، والله بتوفق راسين في الحلال. الرياكتن ده والرياكتن ده بيقربوا من بعض على السيرفس اوف ذا كاتاليست. ده التعريف ده صيني مش تعريفي يعني انا بالمناسبه، عشان حاسس ما تفهمنيش غلط. فاذا الكاتاليست بيعمل هذا الدور، يبقى الكاتاليست الجاز موليكولز انتر اكت ويز اتومز اور اينز اون ذا سيرفس اوف ذا كاتاليست، يا اما بتتفاعل مع الاتوم بتاعته او الاينز بتاعته. وبالتالي لو هو اسيد كاتاليست يبقى في برونشتد، اما برونشتد اسيد يعني في عنده بروتون، او انه يكون عنده ديفيشنس في الالكترونز. يعني مثلا ادي مثال اكتر، لو انا عندي هيدروكسيل جروب مثلا، هيدروكسيل جروب هنا في او اتش، لكن لو في او عليها 2 نيجاتيف يبقى ده لويس اسيد، يبقى لويس غير سوي لويس بيس. او عليها نيجاتيف 2 ده لويس بيس، او اتش ده لويس ده برونشتد بيس. ادي الفرق ما بين البرونشتد واللوس. يبقى الكاتاليست سيرفيس ممكن يكون عندي مناطق نشطه تكون بيز او اسيد. وهرجع للبايو ديزل في وقتها واشرح لك بالتفصيل. طب الفيرست بروسيس يوجوالي انفولفز ذا فورميشن اوف فيري ويك انتر موليكولار بوند، زي ما انا قلت انه في البدايه لازم يكون خفيف، يعمل فيز ازوربشن للرياكتنس على السيرفيس، وانا هشرح الميكانيزم حالا دلوقتي. يبقى الاول بيعمل استضافه، بيعمل انفيتيشن للرياكتنس على السيرفيس تو ميك فيز ازوربشن بوند، يعني بتعمل رابطه ضعيفه ما هياش سترونج بوند. بعد كده فولد باي، هم يتفاعلوا مع بعض يدوا سترونج كيميكال بوند، وفي الحاله دي يعملوا ريموفينج فروم ذا سيرفيس اوف ذا كاتاليست. الخطبه كل اللي بتعمله انها بتاخد قرشين وممكن تتحسن حالتها الماديه، لكن هي لا تتزوج، وبالتالي هي ليست فاعل بمعنى ان هو تتغير كيميائيا في التفاعل. الكاتاليست لا يتغير كيميائيا، يتغير فيزيائيا فقط لا غير. طيب يبقى مره ثانيه، استضافه الرياكتانس على الجاز في حاله الهيتروجينس كاتاليسيس، مهم جدا تبقى عارف ان هو سوليد ماتيريال هيستضيف على السطح بتاعه الرياكتانس، هيعمل معاه كيميكال بوند، وبعد كده هذه الكيميكال بوند يتفاعلوا مع بعض ويديني بروتك زي ما هشوف بالتفصيل في الميكانيزم وفي الهيتروجينس كاتاليسيس. ادي الميكانيزم، مثلا مثال السي او بلس او 2، الاكسديشن في كربون مونوكسيد من احد العمليات الا الى الان مهمه جدا جدا. في دلوقتي طبعا الشغل بتاع كربون مونوكسيد اوكسيديشن بيتم اندر زيرو لاسباب ثانيه، استخدام الليزر الاخر،
لكن قبل كده كان احد التفاعلات اللي بنسميها تيست رياكشن علشان اشوف مدى مقدره الحفاز نفسه اذا كان اكتف تويرز ريدوكس رياكشن او لا. يعني ايه الكلام ده؟ احيانا يا شباب بيبقى في حاجه اسمها تيست رياكشن، يعني مجرد انا بعمل تيست للكاتاليست لموديل رياكشن، موديل ما هواش حاجه ليها تطبيق مباشر في الصناعه، لكن مش كل حاجه تطبيق، لازم الاول افهم الفاندمنتالز. لو فهمت الفاندمنتالز اقدر اطبق، يعني لازم افهم البيزك ساينس. السي اوكسيديشن مثلا ده بيتم كمثال عشان اشرح الميكانيزم بتاع الهيدروجينس كاتاليست، وده ميكانيزم ثابت لا يتغير. اول حاجه رايح لسطح الكاتاليست اللي على الشمال ده اللي هو المونوليث سبستريت اللي على سطحه الحفاز موجود. تخيل الحفاز هو الخط الاسود العريض ده، والمونوليث ده مجرد سبستريت، يعني حامل حاجه، حامله فريم حامل للكاتاليست. السي او والاوتو اللي هم الرياكتنس هيروحوا للكاتاليست في ظاهره اسمها الديفيوجن. يبقى الاول هم هيحصل لهم ديفيوجن. ديفيوجن منين؟ هم موجودين في الجاز فيس، يعني موجودين في حاله غازيه ورايحين. بس الخطوه دي نفسها علشان تزقهم عشان يحصل لهم ديفيوجن انت محتاج اكتيفيشن انرجي، سميها ان اكتيفيشن انرجي اوف ديفيوجن. بعد كده بتيجي الخطوه الثانيه، خطوه الادزوربشن اهي، امتزاز. ادي اللي بقول عليه امتزاز. عمل ايه بقى؟ السي او في حد ذاته عمل بوند من ناحيه الكربون مع سطح الكاتاليست. تمام؟ هنا ده نتيجه، ولذلك الكاتاليست بيبقى دائما وابدا عنده ديفيشنسي اوف الكترونز، لازم يكون عنده نقص الهيدروجينس كاتاليست، لازم يكون عنده دائما وابدا بوسيبيليتي لعمليه الكترون ترانزاكشنز، الكترون ترانزيشنز ياخد ويدي في عمليه الالكترونات. ولذلك معظم الكاتاليست الهيدروجينس كاتاليست تجدهم يوجدوا في البريدكت تيبل في الترانزيشن ميتالز، لان الترانزيشن ميتالز كتعريف ليها بنقول عليها اللي هي بارشالي فيلد ذا دي بلوك اليمنتس، هي تلك المواد التي لها نقص في الدي بلوك، والدي بلوك لما يكون في نقص في الالكترونات يبقى عايز يعوض هذا النقص، عنده فرصه انه يعمل كيميكال بوند. ما هي الكيميكال بوند عباره عن ايه؟ الكترون اوفرلاب. انت بتعمل اوفرلاب للاوربتلز، اوربتل فيه الكترون واوربتل فيه الكترون بيعمل كيميكال بوند. تمام مش تمام؟ او الكتروستاتيك اتراكشن، هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف بيعمل كيميكال بوند. اهم حاجه البوند دي شكلها ايه؟ الخطوه الاولى ديفيوجن، الخطوه الثانيه ادزوربشن. البوند دي لازم تكون ويك بوند، ما تكونش فيري سترونج، لانها فيري سترونج بوند الكاتاليست فقد كفاءته. ليه؟ لانه لو عمل فيري سترونج بوند مش هيدي فرصه للتفاعل انه يتم، هو مجرد بيستضيف، هو قرب السي او جنب الاوتو، وبعدين لما قربهم بدا السي يشوف الاو يعمل تكسر الرابطه دي، تكون رابطه ثانيه يدي سي او 2، وبدا يخرج يحصل هنا التفاعل بين الرياكشن تم. هنا التحول من الفيزيكال اللي هي الرابطه اللي معموله منقطه عشان تعرف دي رابطه ضعيفه، فيزيكال بوند اهي دي عباره عن دوتد لاين، الى سترونج بوند اللي هي عباره عن كيميكال بوند، فيري سترونج بوند اللي هي عباره عن البوند اللي بتتكون في البرودكت نفسه اثناء تكوين البرودكت. ده اللي بقول عليه. بعد كده يحصل ديزوربشن، هيخرج من على السطح زي ما حصل له ادزوربشن، يحصل له ديزوربشن لان الرابطه دي احنا قلنا ويك بوند، هيبدا يسيبها يترك السطح، وبعد كده يحصل ديفيوجن مره ثانيه. كل دي خمس خطوات اهم: ديفيوجن، ادزوربشن، رياكشن، ديزوربشن، ديفيوجن. الفايف ستيبس دول على بعض بنشوف مين فيهم اللي هي الريت ديترمينج ستيب، هي الخطوه الاكثر تحكما في سرعه التفاعل. كله مقاس بالكيلو كالوري بالمول عشان تقول لي فين اليونت، اليونت موجوده تحت. هنا ده ان جنرال اي هيتروجينس كاترس محتاج ده. طيب كل بارامتر من دول بقى محتاج تتخيل انك عندك رياكتور وعندك كاتاليست، عندك ديفيوجن وعندك ديفيوجن جوه البورز، وعندك ديفيوجن ما بين البارتكلز، وعندك ديفيوجن للوصول للاكتيف سنتر، وبعد كده عندك ادزوربشن يعني هيخش جوه البور هيروح للاكتيف سنتر، عندك رياكشن عايز يخرج من البور عشان يدي برودكت. العمليه بقت معقده. يبقى لازم ادرس الكاتاليتيك ماتيريال ولازم الكاتاليتيك رياكتور. اوكي؟ وهنا تيجي بقى الانفينشنز والافكار والجمال بتاع العمليه دي. تعالوا مع بعض. نيجي نشوف مثلا السنس اوف امونيا دي كيس 2، دي كيس ستادي 2، نقولها مع بعض. الامونيا علشان تدي
النيتروجين تحد مع الامونيا اللي لما جي ارت شرح الميكانيزم. على فكره نوبل برايس اخذوا تحديدا على حاجات كتير ومن ضمنها هذا الميكانيزم، ميكانيزم تكوين ازاي الامونيا بتتكون. اولا التفاعل النيتروجين بيتحد مع 3 مول من الهيدروجين بيدي 2 NH3. كيس ستادي هنسال وهنجاوب اسئله عاديه جدا. التفاعل ده يا جماعه اكسوثيرميك، تفاعل طارد للحراره اكسوثيرميك، واحنا ات ذا اكوليبريم وصلنا لحاله الاتزان، واحنا اتفقنا ان ات اكوليبريم الكاتاليست مش هيعمل حاجه. طالما وصلت للاكوليبريم ستيت انا بخرج بره قوانين الكاتاليست، لكن بروح لقوانين ثانيه اسمها لوشاتيليه برينسيبل. تمام، يا ترى لو انا عايز ازود الييلد بتاع الامونيا، اوكي، يعني لو انا عايز تو بريك داون اور تو موف ذا رياكشن فورورد اونلي، يا ترى ممكن اعمل ايه؟ سؤال مطروح، يا ريت نتفاعل مع بعض. اتفضل. طيب شباب، في محمد قاسم، تفضل مايك. طيب في برضو ياسر، تفضل ياسر. نعم، السلام عليكم جميعا. السلام عليكم دكتور. حسب قاعدة لوشاتلية نقدر نزيد الانتاجية مال الامونيا، يا اما نزيد الضغط او الضغط او درجه الحراره يعني مال المواد المتفاعله. طب اولا الضغط صح، نزود الضغط يمشي فورورد، لانك انت عندك 4 مول في الليفت هاند سايد هيدي 2 مول في الرايت هاند سايد. بالضبط. درجه عندي. الحراره هتعمل فيها ايه؟ راح يرجع التفاعل عكسي يعني. نزيد لازم تقلل درجه الحراره. بالضبط نعم. تعمل كولينج، انت بتعمل كولينج للامونيا طبعا، تعمل كولينج للسيستم فبتقلل فبتدي التفاعل فورورد. ايه الحاجه الثالثه؟ ضغط ودرجه الحراره و... يعني شنو اعتقد انه بالثالث الكونسنتريشن، ما هم ضمن الحاجات يعني. نعم دكتور، كونسنتريشن مولات كميه النيتروجين هاتش. اوكي برافو عليك، تسلم وكويس كنت مع بعض. شكرا ياسر. الجمال هنا شكرا. تعال نشوف مع بعض هنا الراجل ده ايرتل، ده جي ايرتل اخذ ايه. تعال نشوف مع بعض مره ثانيه، ادي الانرجي وادي البروجريس بتاع الرياكشن، ادي البروجريس التفاعل الانكاتالايزد بقول لك هاف مول، ده طبعا ممكن تنزل المعادله دي زي ما انت عايز، لو ضربناها كلها في 2 هنظبط المعادله. يعني هنا بيقول لك نص زائد 1.5 H2 بيدي الامونيا، ولكن دي كل دي اسمها الاكتيفيشن انرجي اوف ذا ريأكشن، يعني دي كلها طاقه الاكتيفيشن، طاقه التنشيط عاليه جدا جدا. لكن في وجود الهيتروجينس كاتاليست بيعمل ايه؟ بص يا سيدي، خطوه اولى بيقول لك ادي الرياكتنس زي ما كنت بشرح من شويه، السي او والاوتو رايحين فين، بيحصل ادزوربشن للان 2 وللهاف اتش 2. يعني هاف اتش 2 معناها ايه؟ يعني هنا بتتكلم على الهيدروجين، ممكن يحصل له ديكومبوزيشن، يتحول الى ديسوسيشن. العمليه دي الاول، اول ادزوربشن في ادزوربشن، بعد كده بيحتاج طاقه، الطاقه اللي بيحتاجها فقط هي الطاقه، هي دي بس. شايف انت دي؟ دي الانرجي، دي الاكتيفيشن انرجي فقط. لو شوف كل الجبل ده انت مش محتاج بس غير طاقه قد دي فقط، اللي هو كل ما تطلع في اتجاه البوزيتيف، في اتجاه النيجاتيف وانت نازل، دي كلها دي معناها انك انت عندك اتس اكسوثيرميك، انت بتخرج طاقه، بتخرج حراره، ما هياش علاقه بالدلتا اتش دي. طب هنا ايه اللي بيحصل؟ اولا النيتروجين ديسوشيتد الى نيتروجين اتوم ادزورب، عندك 1 اتوم في نيتروجين وعندك 3 اتومز في هيدروجين، دي الخطوه الاولى. يبقى انترميديت نمبر 1 ان كل نيتروجينه اتقسمت لاثنين N و3 H. طيب بعد كده يجي هنا، عشان كده بقول لك 1.5 H2، هنا 3 H، يعني 3 H و N. بعد كده ال N اتحد مع ال H كأول خطوة ادزوربشن، يعني N لقت جنبها H عملت معاها بوند وسابت الاثنين H. بعد كده ال NH2 هيعمل بوند مع H ويديني في ال NH3. بعد كده ال NH3 ادزوربت ويحصل ديزوربشن ويخرج يدوني البرودكت بتاعي. التفاعل هو زي ما انت شايف الدلتا اتش بتاعت البروسس دي كلها، اهي الديفرنس قد ايه؟ ماينس 46 كيلو جول بير مول. التفاعل ده اكسوثيرميك بروسس زي ما احنا شرحناها بالتفصيل. يبقى اذا مره ثانيه ده اللي حصل في وجود الحفاز. يعني لو ما فيش كاتاليست مفيش الكلام ده خالص. ما فيش بقى لا ادزوربت سبيتشز ولا ديكومبوست ولا نيو بوند ولا فورمد ولا الكلام ده. يعني هل هو ده تخيلي ولا ده واقع؟ زمان كان الكلام ده تخيلي، لكن انت دايما بتعمل ستريت كالكوليشنز وتبروف براكتيكال اذا الكلام ده طب
تم تطبيقه براكتيكالي يبقى اتس فاين، يبقى السبوز بتاع الهايبوثيسيس بتاعتك مظبوطه. لكن انا هوريك بقى النهارده احنا ازاي ممكن نتفرج على الكاتاليست وهو شغال. زمان كان الكاتاليست بالنسبه لنا خاصه النيتروجينس كاتاليست بنعتبره بلاك فورست، الغابه السوداء، ما احنا شايفين بيعمل ايه يعني، بنتخيل الاليه بتاعت التفاعل، لكن دلوقتي لا بنشوفه بيعمل. يبقى بارتو بعد الفاندامنتالز السريعه اللي انا قلتها هنتكلم على الكاتاليتيك ماتيريالز، وهي مرتبطه ارتباط ايضا بالفاندامنتالز، يعني لازم نتكلم على فاندامنتالز في الكاتاليتيك ماتيريالز بتاعتنا. نيجي نشوف مثلا كاتاليتيك ماتيريالز. كاتاليتيك ماتيريالز دي طبعا اقول ماتيريالز مواد، علم المواد، احنا رحنا كده لعلم المواد. الحفظ لاقط قطر محنون، الحفظ ده موضوع كبير بيخش له كل المواد، كل السبجكتس بتروح له، من ضمنها الماتيريال ساينس. الماتيريال ساينس لانك انت يونيت كاتاليست، يبقى هتصنع ماتيريال، هتصنع كاتاليست من الماتيريالز اللي عندك من البريدكتيف. يبقى هنا الكاتاليتيك ماتيريالز اكزيست ان سيفرال فورمز، موجوده اما في اشكال مختلفه جدا، وممكن تتحضر بفيريس ميثودز وطرق كثيره جدا وبديفرنس سكيم بروتوكولز وطرق مختلفه للتحضير الى اخره. سيلكتد اكزامبلز، طبعا مش ممكن اتكلم على كل الماتيريالز النهارده، لكن انا ممكن ادي اكزامبلز، ولو انت عندك اي سؤال عن اي ماتيريال ثاني عايز تسال انا ممكن اجاوب عليه. السيلكتد اكزامبلز انا هتكلم على مثلا النوبل ميتال سبورتد كاتاليست. ليه؟ لان دي في الغالب استخدمت كتير وتستخدم كثيرا جدا والى الان. نوبل ميتالز او ميتال اوكسايدز على السبورت، وهنفهم يعني ايه ميتال اوكسايد ويعني ايه سبورت، وهنا هنتكلم على الدي اكتيفيشن، السؤال اللي كان ساله زميلنا قبل كده. مثلا البلاتينم على الالومنا، الثري واي كاتاليست، كنت بحكي من شويه على الكار مافلر وقلت كلام عام، هتكلم بالتفصيل الكار مافلر ازاي بيعملوه وازاي بيصنعوه. انا عايز اقول لكم انه انا كنت لسه في الجراد ستاديز، جولي ناس شغالين في معمل السيراميكس عندنا في مركز القوم بحوث في مصر، وسالوني احنا عايزين نفك الغيرس الجين، مش عارف حكايتي مع الفك ده، من كل واحد اروح المانيا يقول لي عايزين نفك، اروح مصر عايزين نفك، كل الناس هتشتغل ريفرس انجينيرنج، واخد بالك؟ ولازم علشان تبقى ولد حاذق ولد متميز انك انت تكون فاهم البريدكتبل كويس جدا. انا دايما اوصي الطلبه بتوعي بالبريدكتبل، يو هاف تو اندرستاند البريدكتبل، لو فاهم البريدكتبل يو اندرستاند وات ار ذا بروبرتيز، هاو تو ميكس، هاو تو فورم ذا بيتر كاتاليست، وازاي تلعب بالحته دي، يعني لازم تبقى معلم في اللعبه دي. المعلم في الكاتاليتيك ماتيريالز دول غالبا بيكونوا مع احترامي للكيميكال انجينيرز هم الكيمستس، لكن في المقابل المعلمين في الكيميكال بروسيسنج هم الانجينيرز، وبالتالي احنا كلنا بنكمل بعض. يعني انا اذكر الرحله بتاعت المانيا كلها تتلخص في ان انا الوحيد الكيمست وكلهم كيميكال انجينيرز. الكيميكال انجينير شغالين بروسيسنج، واسمها كيميشال فارم ستيشن، كان الكيميكال انجينير بروسيسنج ورياكتورز، لكن الكاتاليست اعمل لنا ريفرس انجينير، يعني اعمل لنا هندسه عكسيه، عايزين نشوف المحتوى ده شكله ايه، تعالوا نشوف مع بعض المحتوى ده شكله ايه في النوبل ميتال سبورتد كاتاليست. طيب الاكزامبل الثاني اللي هتكلم عنه حاجه اسمها 2 دي ماتيريالز. ال 2 دي ماتيريالز او 2 دايمنشنال ماتيريالز هي عباره عن مواد ليها علاقه بالنانو ماتيريالز والنانو سكيل. بما اننا بنتكلم على ماتيريالز وعلى كاتاليست لازم نذكر ان النانو تكنولوجي والنانو سكيل، مركبه جاب الارقام اللي تحت دي عظيمة نقولها بالخطا عندي. النانو سكيل او النانو ماتيريالز بشكل عام ليها خواص بتختلف تماما 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 عن البارك ماتيريال. وانا اقول بس حاجه بسرعه وارجع تاني لموضوعنا، لان دي برضه تهمكم، ان الفرق في ايه الفرق، ايه موضوع النانو ده؟ يعني ايه مشكله النانو ده؟ ايه اللي ميز الدنيا فيه؟ بالنسبه للماتيريالز تحديدا، لما بتوصل الماتيريال للنانو سكيل اللي هي 10 اس 9 بتجد انها فيري 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 سمول لدرجه انها قربت من الاتوم، يعني حصل كونفاينمنت للالكترون، يعني انت هنا حبست الالكترون من الحركه، كونفاينمنت لجمته. اداك نيو بروبرتيز، يعني الجولد مثلا لونه اصفر بيبقى لونه احمر لما يكون نانو جولد. اوكي نانو سيلفر، النانو مش عارف دول اسمهم لو بارتكلز بنقول عليها زيرو دايمنشنال ماتيريالز. لو هي نانو بارتكلز بتبقى اسمها زيرو دايمنشنال. في ماتيريال اسمها 1 دايمنشنال، يعني هي كلها موجوده في النانو سكيل. في 2 دايمنشنال، واحد في النانو سكيل والثاني لا، غالبا بتبقى السبريدنج اللي هي اللي هنتكلم عنها. يبقى 2 دي ماتيريالز او 2 دايمنشنال ماتيريالز هي مواد يوجد
هي غالبا بتبقى شيتس لايرز مواد طبقيه يوجد الشيت بتاعها في النانو سكيل قلت له عليها 2 دايمنشنال 1 في البالك 1 في النانو سكيل. هاخد اكزامبل ليهم اللاير دبل هيدروكسيد ماتيريالز وتعتبر من السوليد بيس كاتاليست وده هيخلينا نجاوب على السؤال بتاع البايو ديزل الاخره وجرافين اوكسايد وهو صاحب الصيت العالمي الان في التطبيقات المختلفه والرهيبه جرافين وجرافين اوكسايد دول يعتبروا من التو دايمنشن. انا اخترت الاثنين بالذات لان احنا لنا شغل كمان عليهم ركبنا التو دي مع التو دي وعملنا شغل هايل مش احنا بس احنا وجروبس ثانيه موجودين في الدنيا كلها بتشتغل على الموضوع. يبقى كاتاليتيك ماتيريالز انا بتكلم فيه على الماتيريالز بشكل عام ممكن ليها اكتر من طرق للتحضير بنستخدمها ككاتاليست ازاي اختياري للجود كاتاليست على حسب زي ما انا قلت لازم اصنف في الاول التفاعل هل التفاعل ده اسيد بيس كاتاليسيس يبقى لازم استخدم كاتاليست مثلا اجابه للسؤال الصديق اللي كان سالنا ليه اسيد وليه بيز وايه الادفانتج مش فاكر حاجه اسمها ادفانتج البروسيس دي نفسها محتاجه اسيد يا ابو بكر مش فاكر انا اسمك ايه محتاجه اسيد وبالتالي لما اجي اختار لها بختار لها كاتاليست يكون فيه اسيديك نيتشر اللي هم غالبا بتكون الكاتيونيك كليز اللي عباره عن الكاتيونيك كليز زي المونتمورينايت والكيتين وبعض الزيسم 5 وبعض الزيولايتس دول كلهم ليهم اسيديك نيتشر طبيعه حامضيه ودول غالبا اكثر ما يستخدم في الصناعه الكاتاليتي كراكنج مثلا هتلاقي بيستخدم الزيولايتس محتاج اسيد البايو ديزل في بعض التفاعلات استريفيكيشن حاجه وترانس استريفيكيشن حاجه ولذلك الكاتاليست الجيد اللي ينفع صديقي في انه يكون استريفيكيشن وترانس استريفيكيشن هتلاقي خطوه منهم محتاجه اسيد والخطوه الثانيه محتاجه بيز لو انت عندك باي فانكشنال كاتاليست اسيد وبيز في نفس الوقت يبقى يقدر يشتغل الخطوه دي ويقدر يكمل في الخطوه دي هنا الميزه او زي ما انا قلت اذا انا في الحاله دي مش اروح افكر في تحضير كاتاليست ملوش مواصفات لحامضيه ولا قاعدات البروسيس نفسها محتاجه اسيد او بيز يبقى انا ازاي افكر في تفاعل في كاتاليست مفيش هذا الخواص ما ينفعش افكر كده ده جاب على سؤال كمان بتاع منصور سالوني زمان وبيتكلم على بختار الكاتاليست بناء عن ايه ومعظم الكيميكال انجينير بيبقوا بيسالونا السؤال ده بختار بناء عن ايه واحد يقول اصل الليترشر بيقول فورجيت اباوت ليترشر انت فكر انت ساينتست يبقى مبدئيا بفكر في بروسيس نفسها محتاجه ايه انا لما اقعد النهارده مع الناس بتوع الكيميكال الاورجانيك كيمستري وده فرع اشتغلت فيه تقريبا من 20 10 حاجه زي كده كنا بنتكلم على بسالهم يا جماعه البروسيس دي اديني الميكانيزم بتاعك عشان افهم عشان اقدر اختار لك البيست اوف ذا كاتاليست انت عايز ايه قال لي والله التفاعل ده بيحتاج سترونج اسيد اقول له ماشي نعمل لك هيتروبولي اسيد هيتروبولي اسيد ده عباره عن سوليد اسيد وله خواص حامضيه بديل عن البوليفوسفوريك اسيد اللي انت تستخدمه واخد بالك فممكن نختار لك كاتاليست من هذا الكلام اسيد بيس طيب التفاعل لو فوتو كاتاليست استخدم لك ريدوكس لازم اروح لحاجه زي التيتانيا اللي بيسميها البند جاب قليله لا اقل من البند جاب علشان يبقى فيه الالكترون ترانزيشن يبقى فيه الكترون هيخرج وفيه هول هتتكون ويعمل ري فيلنج للهول مره ثانيه علشان ما تعملش دي اكتيفيشن قصه طويله عريضه وهكذا يبقى اذا الكاتاليتيك ماتيريالز زي ما تكون انت عايز تفصل هتفصل بدله هتجيب قماش بدله مش معقوله تروح تجيب توب وتقول لي هعمله بدله يبقى احنا قاعدين بنهزر واخد بالك هتفصل توب مش هتجيب قماش بدله هتروح تجيب قماش توب وتفصل وهكذا تمام مش تمام يبقى انا هنا بس مجرد تو اكزامبلز لكن الاكزامبلز حدث ولا حرج في علم لو انا بشرح الاكزامبلز بشرح لك لماذا واين هذه الخلفيات وبعض التفاصيل عنها كيف تقرا هذه الماده وكيف يمكن الاستفاده منها معانا وقت لسه في الساعه ونص الاولى ولا ايه يا منصور طيب معانا وقت دكتور طيب عشان لو الناس هتصلي وكده معانا 10 دقايق صح باقي على الصلاه يعني شويه باقي عليها ساعه تقريبا لو تحب نكمل ما في مشكله اذا ما عندك انا اقصد ممكن نصلي هي الصلاة الأذان يبدأ في جدة صح؟ 46 تقريبا. يعني باقي ساعة. لسه بدري طيب اوكي. بدري ماشي. لا 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 خلاص خلينا في ميعادنا 10 دقايق عشان نقفل نص الساعة ونص. ايه بقى نعمل كده؟ احنا قدامنا قد ايه في الوقت؟ مش خد بالنا من الدنيا الساعة كام؟ 5:35 الآن يعني قدامنا 10 دقايق. اوكي ماشي تمام طيب. نكمل. أول حاجة
هنشوف النوبل ميتال سبورتد كاتاليست اللي هي البلاتينم الومنيوم. طب هو بلاتينم موجود على الومنيوم ليه؟ طب ما الراجل اول ما عمل بلاتينم بس اللي هو عباره عن البلاتينم جوز. البلاتينم جوز عباره عن بلاتينم ميتال فيري اكسبنسيف ان اجيب بلاتينم ميتال. حاجه الثانيه بلاتينم ميتال وموجود صوره جوز او شبكه من البلاتين هيعدي من خلالها الرياكتانس او الجاز عشان تتفاعل. السيرفيس اريا بتاعها مش عالي. ازاي يا دكتور ده انا جايب شبكه؟ اه انت ممكن تجيب very very small amount تحاول تجيب كميه قليله جدا وتنشرها على سطح ماده سبورت يخليك السيرفيس اريا ده هايل جدا. ليه اجيب شبكه؟ يعني انت كده تخيل معايا جايب سوسته والسوسته دي انت ماسكها كده في ايدك بس السيرفيس اريا بتاعها صغير، لو فردتها السيرفيس اريا بقى كبير. فالبلاتينم الومنا كانت الفكره كده. اولا انا محتاج 3 واي كاتاليست عشان عارفين التطبيق بتاعنا هنا اللي هو هيتحول الكربون مونوكسيد لكربون مونوكسيد وهيحول النوكس الى نيتروجين و H2O. كل ده محتاجين فيه استخدم كاتاليست معايا. فعملوا ايه؟ اول حاجه بجيب المونوليث سبستريت ده بقى شكل اللي هو عامل زي الهاني كامب زي المسدسات بتاعه خليه النحل اللي هو الشكل اللي شفته في صوره من الصور اللي فاتت. الشكل ده عباره عن سيراميك، سيراميك ماتيريال ملهاش اي دور بس هنحط عليها الالومنا. الالومنا اللي هي الالومنيوم اوكسايد. الالومنيوم اوكسايد ممكن تتحضر بطرق مختلفه وعلى حسب طريقه التحضير على حسب السيرفس اريا بتاعها. ميزه الالومنا ايه بقى؟ ده بنسميه الالومنا او الواش كوت. الالومنا دي عباره عن ليها بورس، البورس دي بتندرج من مايكرو بورس الى ميزو بورس ماتيريال الى ماكرو بورس ماتيريال. زي ما نتكلم بالتفصيل البورس او الثقوب بتلعب دور لان هي دي اللي هتزود السيرفس اريا. كلمه سيرفس اريا مش معناها فلات سيرفس، ده معناه انك انت عندك بورس ثقوب منحنيات. هذه المنحنيات وهذه الثقوب بتتكون عليها الاول الاكتف سنترز، يعني بتتكون عليها الكاترس. الكاترس اللي هو البلاتين ده انا هحاول فاينل ديفايد بلاتينم، هحط مثلا كميه قليله جدا من البلاتين 1 ويت بيرسنت، مجرد 1.8% من البلاتينم، كميه صغيره جدا، واحطها في صوره سولت واحرق وسخن مثلا تتحول لبلاتينيوم اوكسايد، اعمل لها بعد كده ريدكشن تتحول لبلاتين مثلا اهو. هتلاقي ان الهاير اكتف سيرفيس اريا اوف ذا كاتاليست ذا جريتر ذا نمبر اوف ذا برودكت مولكيولز. انت عايز تزود الاكتف سايتس دي، ده اسمه دي البلاتينيوم ده انت عايز تزوده بقدر الامكان على السطح. ازوده ازاي على السطح؟ باني انشره على سيرفيس اريا كبير، على سبورت كبير. تخيل كل ما السبورت ده ما يكون فيه انحنايات كثيره وبورز كثيره وكل ما كان يكون افضل سبورت ان يشيل على سطحه الميتال. طب الميتال ده داخل في صوره ميتال اوكسايد، لما هعمل ريدكشن بالهيدروجين تحول لميتال عند كونديشنز مختلفه. اوكي يبقى انا قدرت احصل على ميتال اما بالهيدروجين او بالهيدرازين او بالصوديوم بوروهيدريت او اي ريديوسنج ايجنت. طيب الترانزيشن ميتال اينز او اتومز دي اللي ديبوزيتد على البورس، في عندي بورز مختلفه من 100 ل 400 متر سكوب بير جرام الماتيريال زي الالومنا مثلا. واحد يقول لي هل هي الومنا بس؟ اقول لك ممكن الومنا زيركونيا، الومنا سيريا زيركونيا، الواش كوت ستيل واش كوت، يعني الومنا وسبورتس اخرى. طيب الهدف منها ان ازود من البورز. ليه بزود من البورز؟ عشان ازود من الديسبيرشن على السطح. كل ما ازود من الديسبيرشن بتاع الاكتف سايتس الاكتف سبيتشز هو ده الكاتاليست، اما اللي تحت ده الحامل بتاعه الكاتاليست سبورت، واللي تحت ده اللي هو الشيب اللي انا بشكل جواه علشان املى التشانل. طب انا عامل ليه تشانل؟ ليه ما جبتش البودره دي وحطيتها مباشره في الشكمان؟ الشكمان ايه يا عم اللي تحط فيه بودره؟ تخيل انت حاطط بودره في الشكمان، ما انت سددتش الشكمان، الغاز هيطلع ازاي؟ واخد بالك؟ وبالتالي دي لازم احط الواش كوت على مولونيس. المولونيس في فجوات، في فتحات، في تشانلز، وهو مغطي التشانلز من جوه الغاز وهو بيعدي بيتفاعل. الله الله الله، يعني هو بيعدي كده بسرعه وفلوريت عالي ومفيش ريتنشن تايم، مفيش وقت زمن بقاء على السطح، بيتحول هو قد كده. الكاتاليست ده ماده سحريه؟ اه قد كده ماده سحريه. طب ايه اللي بيخليه بدل ما يمشي في مساره ويروح على الكاتاليست؟ اكيد في حاجه مغريه جدا بتخليه يعمل الكلام ده، عمليه اللي احنا قلنا من كيميكال بوند، عمليه الالكترونز، عمليه الاستابيليتي. انا عايز اتفاعل عشان خاطر اكمل البوند بتاعي عشان اكمل الالكترون ناقص عندي، ماشي؟ فاحنا بنجيب الاكتف كومبوننت البلاتينم ونحطه على السيرفس. طيب بنحط ايه معاه تاني؟ احيانا بتحتاج حاجه اسمها غير السبورت، حاجه اسمها اديتيفز. يعني الاديتيفز دي بعض المواد اللي بتضاف
في التصنيع بتاع الكاتاليست او الحفاز، الهدف منها انها تبقى تعمل الكترون دونر الكترون اكسبتور، تعمل اكتيفيشن للانتر اكشن اللي بيتم بين الاكتيف نفسه سبيتشز البلاتينم نفسه مع الالومنيوم. طب انا ازاي افصل هذا التفاعل او ازاي استفيد من وجود البلاتين على الالومنيوم من غير ما اسبب ضرر الحفاز؟ بنحط شويه اديتيفز بتفرق معانا في عمليه الكترون ترانزيشنز الى اخره. طب الخلطه دي انجينيرنج، دي هندسه، هندسه ولكن هندسه مواد. عايز اعمل طبخه بالشكل ده، طب يا ترى التشانل بقى والبور والديفيوجن والديفيوجن ليميتيشنز والسرعه والنوع، الكلام اللي هنقوله هنا ينطبق على اي كاتاليست عايز تعمل فيه استخدام سبورت وميتال او ميتال اوكسايد. عايز تحضر ميتال ميتال سب اوكسايد، لازم تحط في دماغك ان الكاتاليست لابد ان يكون على السيرفس مش داخل البالك. على السيرفس معناه ان يكون في ويل ديسبيرسد على سطح السبورت، ممكن السبورت يكون السيرفس اريا بتاعه جدا. تيجي تقيس الميتاليك سيرفس اريا، يعني قد ايه من الميتال اللي انت حطيت على السطح، تلاقيه فيري لو فيري سمول فيري سمول. في الحاله دي يبقى انت ما عملتش حاجه. ودي احد الميزات اللي حصلت معايا لما كنت في المانيا سنه 98، ان كانوا الميتاليك سيرفس اريا اللي جاي حتى من المصنع كان 2 3 متر سكوير بالجرام فقط. الميتاليك سيرفس اللي هو عباره عن ايه؟ مساحه سطح الميتال. طب هو انا ممكن افرق يا دكتور ما بين الميتاليك سيرفس اريا وما بين التوتال سيرفس اريا؟ اه، ده له قياس وده له قياس. اولا التوتال سيرفس اريا او البي تي سيرفس اريا او اللي بنسميه السبيسيفيك سيرفس اريا، دي بنقيسها بالفيز ابزوربشن ميجرمنتس، بقياسات الفيز ابزوربشن اللي هي عباره عن استخدام النيتروجين ات 77 كلفن في عمليه الادزوربشن. وانا كنت اتمنى المقام يسمح لي بنتكلم في التفاصيل دي، لكن صعب ان اتكلم عنها لان بتكلم على الكاتاليست بشكل عام، مش هقدر اتكلم كتير عن التحاليل. لكن ده في حاله التوتال سيرفس اريا، يعني كده الماده دي على بعضها احطها من غير المونوليس طبعا كباودر بعد ما حضرته هو البلاتينم، احطه في جهاز السيرفس اريا، هنعمل فيز اوبشن، هنقدر نقيس اريا التوتال سيرفس اريا. لكن لو انت عايز تقيس الميتاليك سيرفس اريا بلاتينم، لا، ده انا هعمل جهاز ثاني اسمه كيميس اوبشن، هعمل هنا حفز كيميائي وليس حفز فيزيائي، سوري ادزوربشن يعني امتزاز كيميائي وليس امتزاز كيميائي، يعني نعمل كيميسوربشن برفع درجه حراره بقصه ثانيه خالص، اما ستاتيك اما فلوريت، واقدر احسب منه كميه الميتال اللي موجوده على السيرفس. اديك مثال، انا عملت الكلام ده على الكبر زنك، هم كانوا جايبين كبر زنك بس، فالكبر كان الزنك ما هوش السيرفس اريا بتاعه مش عالي، اذا كانوا السيرفس اريا مش عالي بتحط عليه كبر طبيعي ما عندوش سيرفس اريا عشان يشيل الكبر على سطحه، فبيحصل ان الكبر ديفيوز انسايد الزنك وبيدوبه في اللاتس نتيجه الايونيك رادياي ومش الايونيك رادياي والقصص دي. فانا فكرت وكنت واخد دكتوراه ساعتها في الالومنا كبر زنك الومنا، فهم اختاروني على هذا الاساس، فحطيت الالومنا اضفت الالومنا وعملنا بروسس زودناه من 3 الى 42 متر سكوير برج. هنا طبعا باتنت وتسجيل براءه اختراع وقصه طويله عريضه تمت بسبب التحول الرهيب باستخدام البوسبل سبورت عشان تعمل ديسبيرشن للاكتف سبيتشز. دي هتفرق معاك جدا، الاكتف سبيتشز لما تكون ويل ديسبيرسد اون ذا سيرفيس ده معناها انها هتعمل استضافه المور رياكتنس على السيرفيس، هتدي فرصه ان التفاعل يتم اسهل ويديني البروكت. هنقف لغايه كده ونكمل بعد البريك ان شاء الله باذن الله في الكاتاليتيك ماتيريالز. الكاتاليتيك ماتيريالز هنقف لغايه البلاتينم الومنا اللي هي في الثري واي كاتاليست اللي هو بالظبط المثال ده. اللي عباره عن دي كاتاليتيك ستادي بتاعنا، ادي الكار مافلر، ادي الموتور طالع منه الغاز رايح على الكار مافلر، فممكن يا اما يمر على اثنين بحيث ان في كل واحد منهم ادي الشكل بتاعنا، ادي من جوه السيراميك ماتيريال، ادي الشكل السيراميك، ادي البسيط، ادي الشكمان. جوه الشكمان في عندك الهاني كامب او المونوليث، والكاتاليست موجود على المونوليث اللي هو شكوت، والبلاتينم موجود على الالومنا في الاتجاه بتاع قبل ما يخرج البرودكت بتاعك. التفاعل بيتم 3 واي ليه؟ لان احنا عندنا قلنا الامبر نهدر كربون، والكربون اوكسيد محتاج تحرقهم بالاكسجين فديك CO2 H2. طبعا CO2 اقل ضررا من CO وان كان الاثنين فيهم ضرر، لكن CO طبعا ده بويزنس، لكن CO2 على الاقل ممكن البلانت ياخده يعمل حاجه، او ممكن ناخد بروسس بعد كده الكربون دايوكسيد نستخدمه في اشياء اخرى.
لكن الخطوة الثانية والأهم هي النوكس أو دي نوكس رياكشن. النوكس أو الإنو مع الإنو أو يتفعل مع بعض في وجود الكتريك كونفورتر الثاني ويتم يديني النيتروجين والأكسجين. أو إن يكون عندي وان أند أولي وان كاتاليست يقوم بالمهمة دي. تلاقي فيه بلاتينيوم على روديوم على باليديوم، واحد بيشتغل عند الهاي تيمشر والثاني بيشتغل عند اللو تيمشر. المهم إن أنا أقدر أسيطر على الغازات اللي خارج عندي من الكارمافلر واحصل على غازات اقل ضررا، نيتروجين واكسجين وترديبر وكربون دايكسايد، وده احد الامثله اللي اتكلمنا عنها. السؤال الثاني احنا قلنا في كريتيك ماتيريالز نتكلم على 2 دي ماتيريالز، و2 دي ماتيريالز 2 دايمنشن ماتيريالز. قلنا 2 دايمنشن بتبقى في النانو سايزد سكيل، نتيجه ان وان اوف ذا شيتس عباره عن شيتس. الماتيريالز في الغالب عباره عن like sheets أو very thin sheet like piece of paper، زي ما تكون كأنك عندك ورق. الجرافين من أشهرهم كأنه من ورق الكربون، طبعا عامل بوند مع بعض عامل هاني كامب ستراكشر، وتلاقي كربون كربون عامل سيجما بوند، وفي نفس الوقت في عندك باي بوند أوربتال عمودي على كل كربونة منهم، ممكن يعمل ديلوكاليزيشن. عملية الديلوكاليزد نتورك إلكترونز دي بتخلي عندك في excess negative charge على السيرفيس بتاع الجرافين. هو السيرفس اريا بتاعته عاليه جدا جدا، وبالتالي ممكن يستخدم ايجود سبورت او في الالكترونكس لانه بيبقى مصدر الكترون، او حتى از كاتاليست بعض التفاعلات. لكن لان عندك 2630 متر سكوير بير جرام، فيري فيري اكستريملي لارج سيرفس اريا. لكن في الغالب احنا الناس بتوع كاتاليسيس بنستخدمه في صوره جرافين اوكسايد، بنعمل له حاجه اسمها فانكشناليزيشن، يعني بنحوله من جرافين الى جرافين اوكسايد، بنعمل له فانكشناليزيشن، نحوله الى فانكشنال جروبس ميت اكسيد الى اوكسايد. السيرفس اريا بتاعته بتقل، لكن مستو ان بيبقى عندي ايزلي سولوبل، بحوله الى ديسبيرسلي سولوبل في الووتر في الاورجانيك سولفنتس، لان الستاكينج ماتيريال الشيتس بتاعه جرافين فوق بعض. لكن لما بحوله جرافين اوكسايد بقدر اعمل له سبريدنج، واقدر اعمل له ديسوليوشن، اعمل له ديسبيرشن. وبالتالي لما اعمل له ديسبيرشن في السولت بتاعي او في الليكويد بتاعي، اقدر احمل عليه مواد تانية زي ما هنشوف دلوقتي، تحميل ميتال او تحميل ميتال اوكسايد او تحميل انذر تو دايمنشنال ماتيريال على السيرفيس بتاعته. بستغل وجود الشحنه السالبه اللي على الجرافين اوكسايد وخاصيته ان هو سبريدنج وعنده هولز وعنده فجوات وعنده ممكن يعمل كرييشن لنيو بورس بان استخدمه از جود سبورت. في المقابل في تو دايمنشنال ماتيريال تانية اسمها اللير دبل هيدروكسايد ماتيريال. واللير دبل هيدروكسايد ماتيريال دي برضو من المواد اللي معروفه عند بتوع كاتاليسيس، هي عباره عن كلي بيسموه انيونيك كلي. وانيونيك كلي عشان بعض الناس ما تفهمش غلط، يسمع انيونيك فيقول انايون ما ده نيجاتيف، لا، انيونيك كلي معناه ان في عندك كاتيونيك شيت، يعني عباره عن اساسا هو جاي من المغنيسيوم داي فالنت كاتاين، وبنعمل ريبليسمنت المغنيسيوم داي فالنت كاتاين بانذر تراي فالنت كاتاين. يعني اساسا الشيت ده عباره عن ايه؟ عباره عن ميتال داي فالنت. هذا الميتال داي فالنت بنشيل جزء منه نحط ميتال تراي فالنت. يبقى تخيل انت كده معايا، انا عندي التراي فالنت اللي هو الكره الخضراء دي اللي هي دي الخضراء الغامقه دي، والداي فالنت اللي هي الكره الحمراء دي، دي عباره عن داي فالنت كاتاين. الكاتاينز دي عباره عن داي فالنت وتراي فالنت، يعني مغنيسيوم مثلا والومنيوم ام جي بوزيتيف 2 والومنيوم بوزيتيف 3. طبعا النت ريزلت ان عندك اكسس بوزيتيف تشارج. لما يكون عندك مغنيسيوم داي فالنت عندك المنيوم تراي فالنت، يعني عندك هنا اصبح عندك في اكسس بوزيتيف. الاكسس بوزيتيف ده بتيجي تتكون نتيجه هذا اكسس بوزيتيف انايونز في الانتر لاير. الانايونز دي بتبقى عباره عن ووتر مولكيولز، نيتريت، كربونيت، سلفيت، هالهالايد، اي نيجاتيف ايونز تعتمد على طريقه التحضير. انت حضرت بايه؟ رسبت بايه؟ رسبت بكربونات وصوديوم هيدروكسيد، ولا رسبت بنيتريت، ولا رسبت بهالايدز، على حسب نوع الترسيب. انت رسبت ازاي هيفرق معاك هنا عمليه الايه؟ الماده اللي تتكون في الانتر لايرز. المهم ان انا عندي هذه الماده ميزتها انها بتستخدم ككاتاليست او ككاتاليست سبورت، بتستخدم في الاين اكسشينج. الراجل كان بيسالنا على البيز، دي ماده تعتبر بيزك كاتاليست لان بتكون في عندك هيدروكسيل جروبز كتير جدا، تيرمينال هيدروكسيل جروبز، والهيدروكسيل جروبز ليها برونشتد بيزك سايتس، اوكي، ليها تعتبر بيزك سايتس كتير. في عندك هيدروجين بوندنج بتتكون ما بين الطبقات ديت، فبتربط الطبقات دي ببعضها هيدروجين بوندنج.
الماتيريال دي ثيرمال ستيبل وممكن تبقى انتركليتد باي حاجه. يعني ممكن اشيل الانايونز دي احط اي انايون انا عايزها، ممكن احط بوليمر، ممكن احط دي ان ايه، ممكن استخدمها دراج دليفري، ممكن استخدمها في الكتريك كوندكتورز، ممكن استخدمها ايون اكسشنجر، ممكن استخدمها ادزوربنت، حاجات كتير جدا، خواص كتير جدا. فانا مش عايز اتكلم بالتفصيل عنها، لكن انا عايز اتكلم بشكل عام عن الكاتاليتيك ماتيريالز. اختيارك كاتاليتيك ماتيريال ممكن يكون علشان البيزك نيتشر بتاعك اللي بحكي عليها، ليها هيدروكسيد بيزك سايتس ممكن تستخدم في تفاعلات محتاجه بيز. اوكي طيب، هي علاقتها بالجرافين اوكسايد، ممكن الاثنين نعمل بينهم ميكس حلو قوي. نيجي هنا نيجي نعمل ميكس، الله على الشيتس، شوفوا المنظر ده، شغلنا ده على فكره، ده انتاجنا احنا، يعني عملنا الكلام ده. اللي هي الرابل هيدروكسيد، الطبقات اللي عامله زي السندوتش دي، والجرافين اوكسايد اللي ما بينهم اهو، جرافين اوكسايد ولير دبل هيدروكسيد، جرافين اوكسايد لير دبل هيدروكسيد، حاجه جميله قوي. 2 دي تو 2 دي هايبريد، ده عمل ايه؟ حسن ايه؟ تطبيقاته ايه؟ هنجد ان جرافين اوكسايد لوحده كومباتبل مع ال دي اتش، واحد منهم نيجاتيف والثاني بوزيتيف، تعمل له الكتروستاتيك اتراكت، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، الشيتس دي خلت يحصل سبريدنج، بدل ما الجرافين اوكسايد كان استاجد مع بعضه، لا سحبناه، بقى في طبقه ساندوتش، طبقه ساندوتش، يعني زودنا السيرفس اير، اصبح هنا ال دي اتش انتشر بشكل كبير جدا. فانت عايز تستخدمها ككاتاليست، يبقى اتس فيري جود كاتاليست. عايز تستخدمها كادزوربنت، اتس فيري جود ادزوربنت، لانك انت عملت سبريدنج. الاكتف سايت عندي هنا هو ال دي اتش نفسه، يبقى هو ده الاكتف سايت كاتاليست بتاعي اللي هو فيه الهيدروكسيل جروب، ماشي. وجرافين اوكسيد ما هو الا حامل. وفي نفس الوقت لو انت عايز تتكلم على الجرافين اوكسايد، نقوله بطريقه ثانيه، احنا قدرنا نعمل سبريدنج للجرافين اوكسايد، عملناه طبقات ويبقى حررنا الالكترونات بتاعته، فممكن نستخدمه في الكوندكتيفيتي والارتفاع. ادي فكره ازاي اختار او اصنع ماتيريال او تو ديمشن ماتيريالز. اكزامبل ستادي، كيس ستادي، زي ما اتكلمنا هناك على 3 ويك كاتاليست على البلاتين على الالومنا، هنا هتكلم على احد تطبيقات الشغل بتاعنا، شغل ما نشوف السوليد ستيت كيمستري. ده هنا مثلا ما تيجي تشوف الكربون كربون كابلنج رياكشن. كربون كربون كابلنج رياكشن دي احد التفاعلات اللي الناس بتوع الكيمياء العضويه بيحتاجوها، مهم جدا. عايز اقول لك ان الناس اللي عملوا كربون كربون كابلنج زي سجود كابلنج اخذوا عليها نوبل برايس 2010، الثلاثه اللي هو هيك ونيجيشي وسوزوكي اخذوا نوبل برايس على فكره البلاديوم كاتاليست اللي كان بتستخدم لفترات طويله، ونقلت العلم ده نقله كبيره جدا. احنا هنا بنحاول نجيب ميتالز بديله عن بريشس ميتالز، بدل ما نستخدم البليديوم والبلاتينم. اولا من ناحيه الريسيرش بنحاول نجد لنا مكان تحت الشمس، ان وار ريبيتنج، ولكن بنستخدم انذر كاتاليست، انذر ماتيريال، انذر بروسيس، اندر سيرتن انذر كونديشنز. وطبعا مش هتكلم بالتفاصيل عن ايه الفرق بين ده والشغل الثاني، لكن انا عايز ابدي كاكزامبل فقط لا غير. هنا تو بنزين رينكس علشان يعملوا بوند في الباي فينايل، يعني هتعمل بوند ما بين الكربون كربون هنا، ده بيخش ويعدي من اللير. شايف انت اللير دي؟ ادي اللير وادي الجرافين، يا سلام. هنا ديفيوجن سيرفيس اريا، بيحصل ادزوربشن، بيحصل رياكشن، بيحصل برودكت، يديني الفورمنج الايه؟ البرودكت بتاعه. طبعا هنا ده تو ايودو بنزين، الكوره اللي شايفها دي ده كان ايودو بنزين، اثنين موليكيول من ايودو بنزين، يعني نقول عليه يونوموليكولار رياكشن، هو من نفس النوع لكن تو مولكيولز من نفس الايودو بنزين، هومو كابلنج، يعني هومو كابلنج متجانس، عباره عن اقتران، تفاعل اقتران متجانس، هيخرج الايودين وتربط الربطتين دول مع بعض. ده من اللي استخدمناه هنا، استخدمنا الكوبالت كبر كوبالت لير دبل هيدروكسيد سبورتد على الجرافين اوكسايد، ولقينا ان الحقيقه هي نفسها ال ال دي اتش لوحدها ممكن تكون اكتف كاتاليست، لكن بيحصل لها ايه بقى؟ عشان نفهم مشاكل الكاتاليست خاصة في الليكويد فيز، التفاعل ده في الليكويد فيز، يعني ده ليكويد فيز رياكشن. طب ليكويد فيز رياكشن هتبقى عندي مشكلة إن الماتيريال بتاعتي الكاتاليست اللي موجود فيها هيحصل له أجلوموريشن. أجلوموريشن يعني يحصل البارتكلز تبدأ تتجمع مع بعضها البعض. لما البارتكلز تتجمع مع بعضها البعض كأني بقلل من السيرفيس اريا وبزود من فرصة تكوين البويزنينج أو فرصة تكوين الدي أكتيفيشن. لو أنا قدرت أفرد الكاتاليست بتاعي على حاجة وقلل من فكره الاجلوموريشن ويفضل ديسبيرسد، هيبقى هايل جدا. عشان كده جبنا جرافين اوكسيد. جرافين اوكسيد عمل ديسبيرشن ليه، وبالتالي رغم ال ال دي اتش لوحدها اكفى الا ان عمرها اقصر، لكن في وجود الجرافين اوكسيد لا، عمرها بقى اطول ومده تشغيلها اطول. خلصت تفاعل 25 دقيقه، 91 ل 98
يلد وده نتيجة هائلة جدا وبداء رائع جدا لمركبات ممكن تستخدم في الكربون كربون كابلينج رياكشن. ولكن احنا كناس لازم نقول ان لابد ان احنا نجرب ده في اكثر من تفاعل. هل مثلا لو انا عندي بدل هومو كابلينج هيترو كابلينج هيف؟ طيب هل انت حليت مشكلة؟ طب هل في مشكلة تانية بتقابلك؟ هل الميتال مثلا اللي موجود في الشيت ممكن ينزل في السوليوشن؟ وبالتالي انا بصنع مواد ليها مثلا تطبيقات في الميديسنال ابليكيشنز، ما ينفعش استخدم الحفاز بتاعك هلاقي فيه كبر ولا فيه كوبالت مثلا. ففي دراسات كتير جدا لازم تتعمل ولازم نراعيها في استخدام الماتيريال اللي احنا بنشتغل عليه. هنا نتكلم بقى على الجزء الثالث من المحاضرة وهو الكاتاليتيك رياكتورز، وده جزء برضو خاص ومهم جدا للناس في انجينيرينج وحتى الناس في الاحتفاظ بشكل عام. اول حاجة هنجد ان الرياكشن في الكاتاليسيس بتنفولف مالتي ديسيبلين ابروتش، عندك اكتر من ابروتش. اول حاجة الرياكشن كاليتيكس وميكانيزم، دي مهم جدا ندرسها، الميكانيزم او الكاليتيكس سرعة التفاعل، آلية التفاعل عبارة عن الاكشن باسوي بتتكون الاكشن، فهم الريزلتس اوبتيند من التفاعل، نوع التفاعل الاكشن تايب، بريدكت كاتاليست بيرفورمانس. انا هديك مثال ان مثلا ووتر فاكتور بعدد انك في شويه وشوشه في المايك لو شوف شنو. طب ثواني كده كده كويس؟ ايوه كده كويس ان شاء الله. طيب انا ممكن كنت بتحرك فكان بيحتاج بالامس تايم اتفضل. فمره ثانيه هنا بنجد الكيميكال كاينيتكس والميكانيزم، مثلا ان ممكن نقول ريفرس ووتر جيت رياكشن، ده تفاعل بيتم ما بين السي او والاتش 2 عشان دي سي او 2 اتش 2. طيب ممكن يكون اللي بيتكون كربونيت او بيتكون فورميت اثناء التفاعل، ده يفرق معايا؟ اه طبعا يفرق معايا. لو عرفت ايه اللي بيتكون في الانترميديت، طب انا كده هوفر وقت بتاع التفاعل وعلى طول يبقى ان نو تايم ابقى عارف بالظبط الباث واي بتاع ايه. ادي فكره الميكانيزم او الكاينيتكس. طب الكاتاليست ديفلوبمنت، الديفلوبمنت للكاتاليست نفسه كاتاليتيك ماتيريالز، احنا قلنا ممكن يكون عندي ماتيريال فيها بريشس ميتالز استبدل بريشس ميتال. طب ماتيريال الاستراكشر بروبرتيز بتاعتها من حيث المورفولوجي الشكل الهندسي الشكل السطحي البور استراكشر ازود البور استراكشر، عندي مشكله في التفاعل السلكتيفيتي بدل ما الرياكتنت مش قادر تخش في البورز انا اوسع البور بتاعتها. طب عندي مشكله البورز واسعه وعايز اضيقها عشان ابقى فيري سبيسيفيكلي انتاج برودكت معين، ده بيحصل كتير قوي في الزيولايتس يا جماعه وفي الكلي ماتيريالز. يبقى كاتاليست ديفلوبمنت من احد الابروتشز اللي بيهتموا بيها الناس. الاناليسيس تكنيكس، نوع التكنيكس اللي هتستخدم عشان تقيس البارتكل سايز وتعمل ديتكشن للتايم وتعمل ميكروسكوبيك تكنيكس عشان تعرف على الانترميديت سبتكون وتعرف على البرودكت اللي طالع عندك سواء سي او يو في او وات ايفر. الرياكشن موديلنج، تصور التفاعل نفسه، الالمنتري رياكشن ريتس، الالمنتري ستيبس بيتم ازاي، والكوانتم ميكانيزم بتاعه، والفيزيكال كيمستري اللي هي الثيرموداينامك بارامترز، كل دي اسمها رياكشن موديلنج. الرياكتور موديلنج، المفاعل نفسه، الناس بتوع هندسه بقى ماثيماتيكال انتربريتيشن للداتا برزنتيشن نيوميريكال ميثودز، السوفت وير اللي هتعمل بيه الاوبريشن بتاعك، المايكرو كاينيتكس اللي هتستخدمها، كل دي حاجات. الكاتاليتيك بروسيسز، العمليات المحفزه نفسها زي ما هنشوف دلوقتي. الرياكتورز اختصارا بنقسمهم الى باتش رياكتورز وكونتينوس رياكتورز. الباتش رياكتور تخيل انك انت عندك فلاسكه 3 نيجد فلاسكه وتعمل فيها تفاعل باستخدام كاتاليست، ده اسمه باتش رياكتور. يعني انت عندك هنا ستاتيك رياكتانس والكاتاليست لودد توجذر ان رياكتور، حطيت الرياكتانس والكاتاليست مع بعض في المفاعل بتاعك، سواء كان هوموجينس كاتاليست او هيتروجينس كاتاليست. ده بيتم ببري ديتيرمين تمبشر، انت عارف درجه الحراره بتاعتك اندر بريشر او اندر بريشرايز سيستم على حسب، مختار التايم اللي هيتم فيه التفاعل، الديزايرد كونفرجن هيتحول ليلد معين وهتحصل هذا البرودكت. ده هنا اقصى ما فيها ممكن تحتاج ايه. اول حاجه محتاج الرياكتور سمبل ومحتاج بيزك ريكويرمنت زي ايه، ويز ستاند ريكوير تمشر بريشر، تعرف درجه الحراره والضغط بتاعتك. بعد التقليب عايز تعمل ستيرنج علشان تشجع الماس، انت بتعمل ستيرنج عشان تدوب الكاتاليست مع الرياكتانس فتدي فرصه لعمليه الايه ان الرياكتانس يحصل لهم ادزوربشن على السيرفس اوف ذا كاتاليست، تمام. هي ترانسفير وانت بتقلب بتنقل درجه الحراره وتوزعها في المحلول كله، يبقى انت محتاج هنا ستيرنج.
provide sufficient heat. So they can a source بتاعك حرارة أو microwave أو ultrasound أو في solid state بيكون mechanochemical process. ناخد case study. الكلام اللي كان بيسألنا على زمان اللي هو البايوديزل. البايوديزل باتش ستيرد تانك استريفيكيشن بروسيس. ادي الرياكتور في الداخل وادي الستاند ماسك الرياكتور وادي الكتريكال موتور القلاب اللي من فوق هيقلب داخل وانت هتحط الرياكتانس وتحط الكاتاليست تبدا التفاعل بتاعك. مثلا ده عملوا الجوريثم اللي هي عباره عن بنسميها خوارزميه سمبليفايد الجوريزم خوارزميه للباتش باي ديزل رياكتور. طبعا الناس اللي عملوا الكلام ده موجود الريفرنس بتاعهم هنا. عملوا سوفت وير عشان يشغل بيه الاوتوماتيك وخد 50 لتر باتش رياكتور وصممه وقدر يستخدم فيه النيم اويل باي ديزل مثلا. بدا يحضر منه البايو ديزل الناتج عن الاويل مع الايثانول عشان يديك البرودكت بتاعك الترانسفيكيشن بروسيس. وبدا يديني البايو ديزل فول جريد عالي جدا جدا وممكن يعمل سكيل اب للسيستم ده. من اشكال تطبيقات على المستوى شبه الصناعي والصناعي لانتاج الباتش رياكتور. ثابت مفيش فلو مفيش غازات مفيش كله موجود في بوتقه واحده وبيتفاعل اندر سيرتن كونديشنز. النوع الثاني والمهم الكونتينوس رياكتور. الكونتينوس رياكتور هو ده اللي موجود عندي واللي في الغالب موجود في الاندستريال اكتر في الابلكيشنز خاصه لما يكون عندك جاز فيز رياكشن او ليكويد فيز رياكشن. الكونتينوس رياكتور انت عندك هنا الرياكتانس يوجوالي ان ذا جاز او في الليكويد فيز والفيد رياكتور ستيدي ريت. يعني انت عندك بتمشي بريت معين ستيدي ريت يا اما بتتكلم بالمول للاور او بالكيلوغرام بير اور او بالكيوبيك متر بير اور عشان يفضل الجاز المتدفق او الليكويد المتدفق ماشي بريت ثابت. طبعا ده احد البارامترز انت ممكن تغير الريت زي ما انت عايز. الريت يعني ايه؟ معدل بقاء المتفاعلات على سطح حفاظ. فالمفترض انك انت تكون عندك معدل بقاء قليل جدا يعني ريزيدنس تايم اقل منه. يعني كل ما يكون يديك كفاءه حفزيه والرياكتنس بتمر بسرعه كل ما كان دي ادفانتج مش ديس ادفانتج. الديس ادفانتج انك انت عايز تزود التايم البقاء عشان تدي برودكت معناته انك انت هتسبب مشاكل للكاتاليست ويحصل له دي اكتيفيشن بسرعه. دي اكتيفيشن بقى عشان نجاوب عليها هنا ممكن تكون تكوين الكوك فورميشن. يعني في كربون في تفاعل زي نشوف دلوقتي الايثانول والاولفين ميثانول والاولفين بيتكون عندك كربون. الكربون ده يبدا يتكون عمودي يطلع كربون فوق كربون فوق كربون يقفل لك الاكتيف سايت. يعني الاكتيف سنتر بتاع الكاتاليست يتقفل. طب ما فيش اكتيف سنتر يبقى ما فيش اكتيفيتي. تمام. وبالتالي هنا مهم جدا ان انا اخلي الفلوريت سريع. طب واميز بقى الكاتاليست من عدمه في الفلوريت. طب الحاجه الثانيه التارجت كونفرجن السيت اوف ذا رياكشن بيزد اون ذا تارجت. على حسب مثلا انت محتاج كميه قد ايه من الكاتاليست هتضيفه. الريكوايرد هيتنج محتاج تسخين ولا محتاج تسخين لغايه قد ايه. الرينج بتاعك محتاج بريشر ولا مش محتاج بريشر. هل محتاج بريشرايز سيستم ولا محتاج سيستم عادي. تمام. الدايمنشن بتاع الرياكتور والكاركترستكس والديزاين كل دي عمليه مهمه جدا. غالبا احنا بنتكلم في الحاله دي عن فيكسد بيد او فلويدست بيد رياكتور. ايه بقى الفيكسد بيد رياكتور؟ كلمه فيكسد وبيد معناته ان عندك بيد يعني مكان داخل تيوب هذا البيد حاطين عليه كاتاليست بتاعنا سوليد بيلتس سوليد باودرز سوليد بيلتس وموجود معاه جلاس عشان نقلل من الديفيوجن ليميتيشن نسمع بمرور تدفق الغازات من خلال البيد ديت زي ما نشوف دلوقتي في الصوره اللي جايه اهو. تعالى نشوف مع بعض مثلا هنا انا بديك فيكسد بيت كاتاليتيك رياكتور ولكن باستخدام تكنيك عالي قوي اسمه الاوبراندو ميجرمنتس. تعالى نشرح الاول فيكسد بيت بعدين نتكلم على الاوبراندو. ادي الرياكتور بتكلم عليه ادي جلاس رياكتور وادي البيت بتاعتي ادي الكاتاليست احطه هنا فوق البيت. البيت بتكون يا اما احيانا بتبقى لو في اللاب وعلى مستوى صغير جلاس وول او بتبقى علشان الديفيوجن ما تطيحش تبقى عندي هنا سيراميك وفيها سقوب او جلاس وفيها سقوب او لو كان معدن ميتال وليها سقوب. المهم ان مكان يتحط عليه الكاتاليست. الكاتاليست في الحاله دي بنضعه ما بين تو كوارتز تيوب او على حسب لو هو البارتكلز بتاعته اوريدي ما تعديش من المش بنحطه زي ما هو. بس في الغالب بنحط معاه جلاس بيدز او بيبقى موجود في سوليد فراكشنز او بسوليد بقى بيلتس كبير على حسب حجم الرياكتور بيشتغل فيه. عشان تقول لي احط الكاتاليست باودر
صعب جدا احط بادر عشان ديفيوجن ليميتيشن. زي ما قلت انت عندك غاز هيعدي كانك بتسد له المسار، ما ينفعش تسد المسار، لازم اعمل بارتكل اوسع البارتكلز عشان ادي فرصه للغاز انه يعدي. طيب الغاز مثلا في التفاعل ده ميثانول، ادي الميثانول ده ليكويد، ادي الهيليوم غاز ده غاز كارير غاز. اللي بيحصل الكارير غاز هيليوم بيمشي وهو ماشي بيعدي على الميثانول فبيحمله معاه، بيحمله بعد مع التسخين ويخش على الرياكتور. وهو داخل على الرياكتور بيحصل الرياكشن بتاعي في وجود اسيد كاتاليست وبتحول الى برودكت. البرودكت بتبعها غالبا على حسب نوع البرودكت اللي طالع، ممكن الجاز كروماتوجرافي، غالبا معظم المحفزات معظم الكاتاليتيك رياكت فيكس بيركت بيستخدم جي سي، والجي سي هنا بيبقى اونلاين ان سيتو، يعني مجرد الغاز ما بيطلع فيه فالف بيخش وبيعدي. وطبعا ده بيكون له ايزوثيرمال، لازم يكون ده كله معزول حراريا، ما ينفعش يكون التفاعل في درجه حراره والتيوبز دي بارده فيحصل اجلوميريشن، يحصل بوليمرايزيشن، ما ينفعش الكلام ده. فدي برده من البرامترز المهمه جدا. يبقى انا هنا عندي الجاز هيعدي هيشيل الميثانول هيخش على السيرفيس في صوره جاز، يبدا التفاعل ويدين برودكت، البرودكت اعمل تحاليل له بالجاز كروماتوجرافي. ده التقليدي. لكن البراندو بقى ايه بقى؟ البراندو ده بيعمل لك يا سيدي ميكس من مجموعه من الاجهزه القياس. تعال نتفرج عليها. يعني هنا يوفي فيز، وفي هنا ويندو جلاس ويندو، هنا في جلاس ويندو. الجلاس ويندو ديت اليوفي فيز بي بروب، ادي يوفي فيز بروب بيتفرج على الكاتاليست اثناء التفاعل. يبقى هنا في صور هتتنقل على جهاز اليوفي فيز، وفي الوقت نفسه البرودكت بيحصل له ديتكشن بي جي سي. واخد بالك؟ انا بقيس بحاجتين مش بحاجه واحده. اولا بتفرج على التفاعل بيتم ازاي، فبتفرج على الانترميديتس اهو. يعني هنا دي الصور، دي شنات، دي سناب شوتس، سناب شوتس موجوده على ادي ويف لينس وادي الانتنسيتي، تك 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 عمال يقيس على حسب ما انا مديله، يقيس كل قد ايه او يعمل لقطات شكلها قد ايه. واخد بالك؟ بنسميه هنا مش بارت كاتاليست، بنسميه موليكولر ليفل اوف كاتاليسيس. ها، والناحيه الثانيه الجي سي بقى بيقيس لي اذا كان مثلا هنا متوقع يطلع عندي اوليفين او عندي ميثان او يطلع عندي بروبيلين وات ايفر، بيطلع لي هنا بقى بيحصل لي كذا بيك، وبعد من الاناليس اريا اندر ذا بيك، واقدر اعرف الانتنسيتي بتاعتي. انا عندي صورتين، صوره بتتفرج على التفاعل وهو شغال من جوه، والصوره الثانيه بتحلل البرودكت. ده اسمه اوبراندو ميشنز، حاجه متقدمه جدا في الادفانس سبكتروسكوبي. ادي بتوع اناليتيكال كيمستري، يبقى ادي بتوع اناليتيكال كيمستري مهمين جدا يشتغلوا في حاجه زي الكاتاليست علشان يتعرفوا على ماذا يتم. ما يصبحش الكاتاليست بالنسبه لي بلاك فورست مش قادر اشوف اللي جواه، ده انا بشوف الانترميديت اللي بتكون علشان ادرس اهميه تكوين اذا كان الكوك مهم ولا لا، مين اللي اتكون قبل مين عشان افهم اليه التفاعل واسرع منه. تمام؟ ادي مثال للميثانول للاوليفين، ادي الزيولايت كاتاليست بتاعي، وادي الميثانول موليكيول من الميثانول هيعدي الى يديني لايت الكين، سواء كان بقى هيديني بروبلين او هيديني ايثيلين على حسب اللايت الكين ايه هو اللي داخل عندي. طيب هنا الكاتاليست بتاعي انا بتتبعه بحاجتين، اليو في بيفرجني على ماذا يحدث على سطح الكاتاليست، ادي ادي الراديشن يو في، ادي بيحصل ريفليكشن، بقدر اعمل ديتكشن للمركبات اللي اتكونت اثناء التفاعل اللي هي بنسميها الكربون بول. الهيدروكربون بول بيتكون عندي هنا هيدروكربونز اروماتكس ولا اليفاتكس ولا ايه بالظبط اللي بيتكون عندي هنا، بعرف من خلال البيكس اللي بتطلع عندي ايه نوع الانترميديت اللي بيتكون هنا. تمام؟ ده السوبرا موليكولار استراكشر بتاع بيتكون هنا. اللايت الكينز بيطلع في النهايه، ده ممكن اعمله ديتكشن بالجي سي بتاعي. يبقى انا هنا عندي ده ميزه الادفانتج بتاعت الاوبراندو عن النورمال رياكتور سيت اب اللي هو ممكن اتتبع التفاعل اثناء عمله والبرودكت كمان بتاعه. ابلكيشنز على الكلام ده اخر جزء في المحاضره بتاعتنا، واعتقد كده هنبقى بالفعل زي ما وعدت منصور. الابلكيشنز هنتكلم على بعض الابلكيشنز السريعه برضو، اخترت بعض الابلكيشنز للمجموعه بتاعتنا، وهي الفاين كيميكال سينسز. الفاين كيميكال سينسز دي من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي بيستخدموها الصناعه في انتاج الفاين كيميكال. الفاين كيميكال مواد بتوجد بكميات قليله جدا لكن اسعارها عاليه قوي قوي.
وممكن انتاجها بطرق تقليديه زي ما قلت خطوات معقده وطويله و و ولكن ممكن في وجود الكاتاليست الكلام ده يختلف. هنا باتش رياكتور عباره عن ادي الرياكتنس بتاعه نقدر نضيفهم من هنا, وادي الكاتاليست موجود, وادي الستيرر اندر الترا ساوند ايريديشن. عامل هنا الترسونيك, الترسونيك هي سورس الانرجي, والالترسونيك الحقيقه بيعمل حاجه جميله قوي, بيعمل كما لو كان عندك مايكرو رياكتور داخلي بيبقى فيري هاي تمبشر نتيجه البابلينج اللي بتتم في الالتراسونيك. عندك بابلينج ميكانيزم, جيت ميكانيزم تديك طاقه عاليه, الطاقه دي بتساعد مش بس في تحضير المواد زي احنا بنحضر نانو ماتيريالز في الالتراسونيك, لا ده هنا الطاقه الناتجه بتساعد في التفاعل, تسريع التفاعل. الشغل بيتم اندر انر اتموسفير في النيتروجين اتموسفير. بعد كده بتاخد الكاتاليست, دي احد الخطوات القديمه, هنقول لكم احنا هنعمل ايه بعد كده في التطبيق التطوير للموضوع ده. بنضطر ناخد البرودكت والكاتاليست نعمله فلتريشن, بعد كده نعمل له ووشنج للميثانول, وناخده نعمل له دراينج في الفرنس ونرجع نستخدمه مره ثانيه. استخدمنا هنا هيتروجينس كاتاليست او كبر اوكسايد اللي هو اصلا اكس هيدروتالسايد ماتيريال, يعني من الاساس كان هيدرو بير دبل هيدروكسايد ماتيريال. لما عملنا حاجه اسمها اللايف تايم او ديورابيليتي او ريستي او ريوز, ده مهم جدا ان الكاتاليست يعاد استخدامه مره ثانيه, نعمل له ووشنج ونعيد استخدامه مره ثانيه, ووشنج ودراينج ونستخدمه مره ثانيه. هو هو بس بعد ما اعمل له ووشنج ودراينج وادخله ثاني في الرياكتور واشغل التفاعل, اجد ان تقريبا الكاتاليست ده هايل جدا وثابت جدا في نمبر اوف سايكلز بتاعته. ده تفاعل مثلا في الليكويد فيز في الباتش رياكتور. خلينا نروح بقى لمثال اخر في الابلكيشنز اللي في الصناعه مهمه جدا في انتاج البروبيلين من البروبان. ده مثلا مشروع كبير كنا عاملينه مع شركه سابك, وده كتطبيع عشان تعرف ان انت كراجل بتاع كيميكال انجينيرنج بتاع كاتاليست اهميتك فين, اهميتك هنا. اتفرج هنا مثلا البروبيلين ده من المنتجات الهائله جدا من الايثيلين اللي بيستخدم في تصنيع البولي بروبيلين والبولي ايثيلين, داخل في كل حاجه تقريبا, سيارات, لعب اطفال, جزم, احذيه, مراكب, صدامات, ماتيريالز. وبالتالي بتلاقي ان الايثيلين الميثانول بيعتبر 19%, البنزين 12%, التولين 7%, البيوتادين 2%, الإيثيلين والبروبيلين تقريبا بيشغلوا 48% من التوتال كيميكالز. محتاجين إيثيلين, محتاجين بروبيلين. مصنع زي سابك محتاج إيثيلين بروبيلين بهذا الكم, 48% من المنتجات عايزة كده. يبقى طبيعي جدا يدعم أي أفكار تكون شغالة في الموضوع ده, واخد بالك. الورلد ديماند أصلا 557 ميجا مليون طن بير يير, واخد بالك, اللي بتمثل فيه الايثيلين والبروبيلين 48% تقريبا من الانتاج العالمي. طيب ده البتروكيميكالز. احد الطرق او احد المهم اللي احنا اتكلفنا بيها او فكرنا فيها وخدنا عليها تمويل واشتغلنا فيها باختصار شديد هو انتاج البروبيلين من البروبان دايركتلي. والفكره بتدور هنا حوالين البروبان عشان يتحولوا بروبيلين. فعندي اكثر من طريقه. في طريقه اسمها بروبان ديهيدروجينيشن. انا ممكن اعمل ديهيدروجينيشن, ادي البروبان عباره عن هيدروكربون, ساتوريتد هيدروكربون, اشيل اثنين هيدروجين يتحول لبروبيلين. ممتاز. طب التفاعل ده بقى تعالى بقى نسال الاسئله بتاعتنا التقليديه. ثيرموديناميكال ايه نظامه؟ قال لك اندوثيرميك, يعني يحتاج طاقه عاليه قوي. اندوثيرميك محتاج طاقه. طب ايه تاني؟ كاتاليست دي اكتيفيشن, بيحصل دي اكتيفيشن للكاتاليست بسرعه, يعني اللايف تايم قليل قوي. ايه تاني؟ بلاتينم سنترنج, ما هو دي اكتيفيشن نتيجه البلاتينين اللي بيستخدم از كاتاليست بيحصل له سنترنج. سنترنج يعني جرين جروس, يعني بتكبر البارتكلز ببيرمننت بويزنج, ما ينفعش. يبقى انا عندي هنا مشكله. طيب الاوكسيديتيف دي هيدروجينيشن تقليديه بتعمل ايه؟ الاوكسيديتيف دي هيدروجينيشن يعني ايه اوكسيديتيف؟ يعني بمرر اكسجين او اي سورس اوف اكسجين يشيل الهيدروجين من البروبان. ادي البروبان اللي هو عباره عن C3H8, انا بشيل منه اثنين هيدروجين بان امرر اكسجين. حلو جدا. امر اكسجين او اي سورس اوف اكسجين انه او سي او ماشي. لكن المشكله فين؟ المشكله انه اولا هو اكسيرميك, حلو اكسيرميك, درجه الحراره يعني درجه الحراره اللي استخدمها قليله, ممتاز. بس المشكله انك انت الاكسجين اللي بتدخله سعادتك ما عندكش ويل عليه, ما لكش حكم عليه. الاكسجين هيخش يدي البرودكت ويحرق لك البرودكت كمان. هو ماشي كده, ادى بروبيلين وبعدين حرق البروبيلين فيطلع اليلد قليل. مش في اكسجين في الميديا في الجو؟ اكسجين هو يعني سيلكتيف, هيشيل هيدروجين وفي الحراره ديت في وجود الكاتاليست مش هيحرق البرودكت, لا هيحرق البرودكت. يبقى في جزء من البرودكت بيتحرق, يبقى عندك برودكت يلد قليل.
تمام؟ والكوست عالي، حاجات كتير. طب ايه الفكرة بقى؟ عشان تعرف الافكار لا تنضب ولا تنتهي، الفكرة ان احنا نجيب اكسجين من نفس الكاتلست. طب هو هيبقى كاتلست؟ اه هيبقى كاتلست. ازاي؟ يعني ايه يا جماعة؟ ببساطة شديدة، اجيب كاتلست يكون easily reduced، يعني يسهل خروج الاكسجين من اللاتس بتاعته. اذا خرج الاكسجين من اللاتس واخد الاثنين هيدروجين، تمام؟ هايل جدا. هيعمل ايه؟ هيدي H2 ويدي البروبيلين، خرج مفيش اكسجين تاني في الجو، ده اكسجين طلعت. طب الاكسجين دي هتيجي سيرفيس اكسجين، يعني ادزوربت اكسجين على السيرفيس، ولا اكسجين من جوه اللاتس؟ ده موضوع قيد الدراسه، ندرس زي ما احنا عايزين، بس اهم حاجه نفكر في الفكره. طب نفكر الفكره دي ازاي؟ طب ما الاكسجين اللي خرج ما بقاش كاتلست. قلت لك يا سيدي عوضه بشويه اكسجين، يعني هو لو اديته اكسجين، يعني وقفت التفاعل او عملنا بلس ودخلت الاكسجين وتكون اكسجين تاني وبعدين اديت بلس، والكاتلست في النهايه ممكن تاخده ياخد زي ما هو. الفكره هنا اسمها كيميكال لوبينج، ودي من احد الحاجات المهمه جدا اللي داخلين فيها، وناس سبقت في الكيميكال لوبينج لبعض البروسيسز اوريدي، وان احنا كان في فرصه ان احنا نعمل هذا الكلام ونعمل رياكتور خاص لهذا الموضوع. اعتقد ده من الابلكيشنز، والابلكيشنز انا اتكلمت اوريدي في بدايه الموضوع على قد ايه الاندستري ابلكيشنز مهمه، قد ايه حجم استخدام الكاتاليسيس. الموضوع لا ينتهي، واذا قعدنا نتكلم عنه مش هنخلص، فلا يبقى امامي الا ان انا اعمل اكنولجمنت لكل الناس زي ما ابتديت، بشكر القسم كيمياء عندنا في جامعه الملك عبد العزيز اللي هو اتاح لي الفرصه، وطبعا بعد ويتعاون بشكل رحب مع بقيه الاقسام في الكليه، قسم الكيميكال انجينيرنج وزمايلنا هناك اللي ذكرت اسمائهم بالاسم واحد واحد في البدايه، وارجو ان يعذروني اذا انا فقدت احد اسماء من الاسماء. طبعا بشكر الستودنتس بتوع الطلبه بتوع الجراد اندر جراد ستودنتس اللي درسوا معايا، استاذ كان 202 او 345 حتى 110 لو كنت درست لهم، اشكرهم وهم دايما باسئلتهم يخلونا نقرا اكتر ونطلع اكتر ونجاوب اكتر. خلي بالك الطالب دوره مهم جدا. طبعا الجراد ستودنتس دول ما اقدرش اقول غير ان جزء من العرض اللي عرضته هي عباره عن انتاجهم وشغلهم العملي في رسائل ماجستير ورسائل دكتوراه ومشاريع وابحاث، فربنا يوفقهم. بس لازم انا من خلال الرساله دي بدعوهم دايما ان هم يقروا ويطلعوا ودايما ما يهملوش في الفاندمنتالز ولا الاسس. بشكر طبعا السيرفس كيميكال ستادز جروب، المجموعه اللي انا بنتمي اليها واللي احنا اسسناها، الله يرحمه الدكتور سليمان بسهل كان من اساس المؤسسين لهذه المجموعه رحمه الله عليه، لابد ان نذكره بكل خير. واشكر جميع الزملاء في المجموعه، وطبعا بشكر جميع الكولابريتورز بتوعنا. على فكره الكولابريتورز بتوعنا عددهم كبير جدا، حتى اقول هقول اسماء كتير اشتغلنا من ساعه ما اسسنا الكلام ده في من 2004 احنا شغالين في عمل معامل وشغل الكولابريشن على مستوى الصناعي، شركه سابك على مستوى البحث الداخلي دي اس ار اللي هي دي شيبو سانتيفيكو ريسيرش في جامعه عبد العزيز، وهو الحقيقه كله من خلال نظام الدي اس ار تحديدا، هي اللي بتمول كل شيء، حتى هي جميع الاتفاقات من خلالها. والانترناشونال كولابريتورز كلهم سواء كان في جيرماني او في بولا او في هولندا او في نيدرلاند او في اليو كي او في امريكا، الحقيقه تشاينا عندنا الحقيقه كولابريتورز كتير جدا، وده الفضل يرجع لله سبحانه وتعالى ثم للاداره الحكيمه للجميع. الحقيقه الجميع لا تقصر ابدا ابدا تجاه التمويل والبحث العلمي وتدعمه، وده جزء من خطه كبيره جدا بتضعها المملكه العربيه السعوديه حفظها الله قياده وشعبا. وايضا نشكر اساتذتنا اللي علمونا واللي اتعلمنا على ايديهم في مصر وفي المركز القومي للبحوث وفي العالم كله من خلال خبراتي اللي انا شفتها خلال فتره، وانا تحت امركم في اي اسئله.